اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر ودايما الاهلي في انتصارات. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكريدت خاص لمشاهدي برنامج الاهلي خط احمر اللي هيسيبوا مباراه الارجنتين والمكسيك حتى لو عددهم محدود، فانتم في القلب وفوق الراس. كده كده اللي مش هيقدر يتابعنا لايف اكيد هيقدر يشوف الحلقه واكيد هيقدر يتابع كل اللي اتقال في الاهلي خط احمر. وبمناسبه كاس العالم وبمناسبه اللي اسامه كان لسه بيقوله، اكيد اكيد كاس العالم حاله خاصه، واكيد كمان فكره متابعه مباريات كره القدم في كاس العالم لها وضعها المختلف، ده حاجه مش محتاجين ان احنا نجادل فيها. بس كمان الاهلي غير. يعني ايه الاهلي غير؟ يعني الاحساس بالاهلي غير. يعني عودة النادي الأهلي إن هو يلعب ولو مباراة ودية لعشاق الأهلي مذاهب. بالنسبة للناس اللي بتحب وتنفس هوى النادي الأهلي، الأهلي عندهم شيء مختلف. الفكرة إن أكيد أكيد أنا لو هتكلم بشكل منطقي هشوف إن كان يفضل إن ما يكونش فيه مسابقات بتستأنف خلال بطولة كأس العالم، طبيعي. ولكن أما وإن النادي الأهلي هيلعب، النادي الأهلي بالنسبة لنا هو العشق والهوى بجد. النادي الأهلي بالنسبة لنا وراه فين ما يروح بجد. النادي الأهلي بالنسبة لنا إحنا ما حبيناهوش عشان هو أغنى فريق في العالم، ولا عشان أكتر فريق في العالم عنده اللعيبة اللي خدت أكتر جوائز فردية، ولا عشان بيلعب على أفضل ملاعب في العالم، ولا عشان بيلعب في الدوري الأقوى في العالم خالص. إحنا حبينا النادي الأهلي عشان هو جزء من ذكرياتنا، عشان هو قريب جدا لفكرة الأب والأم أو الأسرة اللي أنت بترتبط بيهم وبتحبهم وبتكون جزء منهم، مش عشان هم أغنى ناس ولا عشان هم عايشين في أفضل مكان. أنت بتحبهم عشان أنت ذكرياتك وحياتك معاهم وهم جزء منك وأنت جزء منهم. هكذا هو النادي الأهلي. عشان كده كأس العالم مسابقة لا تقارن بأي شيء، بس عودة النادي الأهلي بالنسبة لنا كمحبين وعشاق للنادي الأهلي هتظل لها إحساسها المختلف، وهنظل مهتمين وبنفس الشغف وبنفس الحب حتى لو بتتلعب أي مسابقة في الدنيا، لأن اللي بيديهولنا النادي الأهلي على مستوى الشعور والإحساس والارتباط ما خدناهوش من أي مكان تاني في الدنيا، لأن شعور الانتماء لا يقارن بأي مشاعر مهما كانت جميلة على سبيل الاستمتاع. إنما الانتماء حاجة مختلفة، حاجة غير، حاجة مميزة جدا. إذا حضر الانتماء بطل التيمم، إذا حضر النادي الأهلي حتى لو مباراة ودية اختفى الشغف بمباريات حتى لو كانت كأس العالم. هكذا نحن. ممكن ناس تانية تبقى شايفة إن لا، الكلام ده يا جماعة أصبح كلام ربما يكون ساذج بعض الشيء في وجهة نظر البعض، وإن كأس العالم والاحتكاك والمباريات التي تقام على ملاعب والإخراج والتحكيم الجيد والمهارات الفردية والخطط في أرض الملعب، كل ده جميل جدا، ولكن إحنا بنتكلم عن شريحة كبيرة ربما تكون من جماهير النادي الأهلي، إن لم يكن هي الشريحة الأعظم، إن لم يكن كل جماهير النادي الأهلي بلا استثناء ظننا إن مباراة الأهلي والمقاولون مهما كان في توقيت لأي مباراة أخرى هتلاقي دايما شغف جماهير النادي الأهلي هي مباراة الأهلي والمقاولين. كان مستر كولر في بداية الموسم وفترة الإعداد كان في بعض المباريات الودية الجماهير كانت على السوشيال ميديا محتاجة بس تشوف هدف أو لقطة أو تعرف نتيجة، وكان عندها شغف كبير جدا، وكانت قناة النادي الأهلي مسجلة المباريات، ولكن بفرمان من مستر كولر كان الكلام مفيش إذاعة للمباريات دي عشان عندنا مباراة مهمة جدا في دور ال 32 مع الاتحاد المنستيري. فشغف جماهير النادي الأهلي هو شغف الانتماء، هو الماء إذا حضر بطل التيمم. فإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الغد أمام المقاولون العرب اللي أكيد هيكون عندنا وقفة معاها، ولكن قبل وقفة المقاولين العرب لازم نبارك لرجال كرة السلة وكتيبة النادي الأهلي اللي هم بروح الفانيلا الحمراء تحت قيادة أوجوستيا فارس. النادي الأهلي أصبح في كرة السلة مكانه منصات التتويج، ونادرا لما بتفلت من تحت يده بطولة، ولو فلتت بيكون في مباراة نهائية وبصعوبة جدا زي البطولة العربية اللي كان لها ظروف استثنائية خاصة جدا. بص، هو الأهلي حاليا في السلة عامل الجاب. الأهلي حاليا في السلة بيتسلى. يعني خلاص هي جت كده. هي جمهور النادي الأهلي لما بيرد، طبعا دي صورة من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بعد التتويج. جمهور النادي الأهلي يا جماعة
احنا قلنا في معادلة صعبة جدا، وعشان نبقى دايما متسقين مع نفسنا معاكم هنا ونبقاش بنغير كلامنا، احنا دايما عندنا افكار واضحة، ويمكن بتشارك انا واسامة فيها في الحتة دي كمان تحديدا، ان احنا عندنا الفكرة دي. مفيش فريق في العالم عنده القدرة على ان هو يتفوق في كل الالعاب، شوفوا واحنا بطل بنقولها، ده استثناء، يعني ده استثناء مش قاعدة. تعال شوف زي ما قلنا، هتلاقي بايرن ميونخ بيسيطر في الكرة وبعيد جدا عن بقية الفرق في كرة القدم، ولكن في ألعاب أخرى هو ليس بنفس القوة. فاللي احنا بنطلبه كجمهور النادي الأهلي ده شيء استثنائي، تمام نسعد ان هو يتحقق، بس بيكون عندنا اتزان في حالة بعض الإخفاقات، لأن زي ما قلت لما تراهن على الاستثناء ما تتعاملش معاك كقاعدة ولكن تكون سعيد بيه. ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي في كرة السلة حاليا؟ اللي بيحصل ان كرة السلة بتخطو خطوات نحو صناعة تاريخ شبه او شبيه بتفردك في كرة القدم على مستوى اخر موسمين، ده اللي احنا بنشوفه. لا، انت بتخطو خطوات، يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي في بينه وبين المنافسين الجاب اللي هو بينه وما بينهم في كرة القدم، وده النادي الاهلي وده فلسفة النادي الاهلي في قطاعات ناس عنها يكون مختلفة. وأنا عايز أقول حاجة هنا، رغم أن المعادلة صعبة، ولكن قلت من فترة أن استفزاز المارد الأحمر في فكرة أن النادي الأهلي ليس هو المسيطر في بعض اللعبات، أو التقليل والسخرية من النادي الأهلي في بعض اللعبات، قلت اللي بيعمل كده هو لا يعرف تاريخ النادي الأهلي، ولا يعرف قدرات النادي الأهلي، ولا يعرف شيء عن إرادة النادي الأهلي. وإن النادي الأهلي استفزازه والتقليل منه في بعض اللعبات قد يكون قريبا وخلال عدد من السنوات دفع ثمنه غالي جدا لأي منافس بتغيير خريطة اللعبات دي. وده اللي بتعمله كتيبة أوجاستي دلوقتي. في خطوات ملحوظة واضحة يا أسامة، كمان إن أكيد هنروح بقى لقصة أوجاستي والفريق نفسه، بس واضح ان في مشروع النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي هنأ الفريق. اكيد شفنا الوزير السابق الاستاذ العمري فاروق وهو موجود مع الفريق، واكيد مجلس الاداره كله في نفس الاتجاه، واضح ان عندهم مشروع يا استاذ. ده اكيد طبعا، ومجهود كبير جدا. وانا كنت في لقاء او جمعني حديث مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي وقت توقيع عقد رعايه النادي الاهلي وشركه اتصالات في الحفل، فكنا اتهزمنا من مباراه الاتحاد الفريق الاول المباراه الاولى، فبقول له كابتن خالد يعني هنعمل ايه بكره؟ كان عنده ثقه كبيره جدا لدرجه ان هو قرر عليا 3 مرات هنكسب بكره يا كابتن، هنكسب بكره، يعني ما في يا هنكسب بكره. طب ليه الثقه دي واصله؟ لان في مجهود فعلا مبذول من مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، النائب الرئيس الأستاذ العمري فاروق، أمين الصندوق الأستاذ خالد مرتجي، مدير النشاط الرياضي الأستاذ كابتن خالد العوضي، وعاملين شغل كبير جدا مش بس في كرة السلة، وكمان في تطوير في الفكر الاحترافي، لأن في تعاقدات بتتم دلوقتي على مستوى الناشئين، عشان كده مش قلقان من مستقبل كرة السلة. وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب في التهنئة، ان فريق المرتبط قدر ان هو يسهل الامور على الفريق الاول. في اوقات كتيرة جدا كان فريق المرتبط في ال3 سنوات الاخيرة هو الحاسم بشكل كبير جدا مع الفريق الاول، فتخيل لو فريق المرتبط او فريق الشباب ما كانش قادر يفوز المباراتين على مباراة الاتحاد، كنت هتدخل مباراة الاتحاد الفريق الاول محتاج عدد او فرق عدد من النقاط ربما لا يتحقق، وبالتالي ممكن تفقد البطوله. ففي اهتمام موجود، بس مش بس الفريق الاول، لا، من اول قطاع الناشئين، لاعبين بيتم دعم النادي بيها بشكل كبير جدا تحت المنظار، لاعبين عندها مستقبل واعد سواء في اليد او في الطايره او في كره السله، لان الاهتمام اصبح واضح جدا بهذه الالعاب. الالعاب اللي البعض كان بيقول انها العاب شهيده زي الالعاب الفرديه وان هي مش في الاهتمام، ربما هي عشان نكون امناء مش على نفس الدرجه من درجه الاهتمام والشغف بكره القدم، ومباراه في كره القدم بتجوب بمباريات كتير جدا جدا في العاب الصالات، ولكن لما يكون في جهد مبذول ويكون في ابطال بروح التيشيرت او لون الفانيله الحمراء ومشجعين يعني دول لاعبين بدرجه مشجعين بالفعل، يبقى لازم نقف عندهم ولازم نديهم التحيه ولازم نقول لهم شابوه. وكمان نقطه مهمه جدا، الفارق في العاب الصالات وعدد البطولات ما بين العاب الصالات، خلينا نكون واضحين، احنا لغه الارقام لا تكذب، فريق الاتحاد السكندري هو اكتر فريق مصري محقق عدد بطولات في لعبه كره السله.
النادي الاهلي في الكره الطايره، نادي الزمالك في كره اليد. طب الجاب ما بين النادي الاهلي في كره السله بعيد؟ لا، عايز اقول لك ان انت بينك وبين الزمالك حاليا اصبح فارق 3 بطولات فقط لا غير، قادر ان شاء الله ان انت تحققهم هذا الموسم. طب بينك وبين الاتحاد محتاج موسم او موسمين، وواضح جدا واضح جدا الفتره الاخيره ان مواجهاتك مع فريق الاتحاد السكندري اصبحت مختلفه تماما. حتى لو تقدم عليك الاتحاد بانه بيفوز بمباراه، بتيجي تلاقي النادي الاهلي داخل مركز جدا، لعيبه النادي الاهلي داخله مركزه جدا، قادره تحترم فريق الاتحاد السكندري بقوه لاعبيه، وقادره انها تحقق الانتصار عليه وتعمل كومباك وتعمل ريمونتادا. وده اتكرر في اكتر من بطوله واكتر من موقف، بطوله عربيه، بطوله دوري مرتبط. فيعني حتى الاحتفال اللي بيعمله فريق الاتحاد في مباراه بيفوز فيها في الذهاب على النادي الاهلي، بتلاقي لاعبتنا مركزه ان ده لا، ده احنا هنحتفل وهنحتفل بنفس الاحتفال، ومش النادي الاهلي اللي يتعامل معاه كده. ده اصلاح جيد جدا لكره السله بالتاكيد، ومجهود كبير جدا موجود في كره الطايره. هذا النظام وهذه الروح وهذا المشروع منذ فتره طويله. عندنا فريق اسطوري الماسترز، فريق كره الطايره. عندنا كره اليد، هل احنا بعيد؟ لا مش بعيد، باقي حاجات بسيطه فقط لا غير، يمكن اختيار مدير فني على اعلى مستوى، مجهود كبير جدا، عندنا لاعبين واعدين جدا. ان شاء الله يكون كره اليد تلحق بكره الطايره وكره السله عشان يبقى النادي الاهلي في مكانه رقم واحد اللي هو مكان استثنائي. انت بتطالب النادي الاهلي ان هو في كل مسابقه، كل بطوله حد يبدا يشم نفسه فيها ويتصدر فيها، لا انا عايز اكون انا النادي الاهلي رقم واحد فيها. ده قدرنا، قدر جماهير النادي الاهلي، ودي الضريبه اللي المفترض لاعبين واجهزه فنيه ومسؤولين ومجالس ادارات على طول العمر تقدر تدفع الضريبه دي، لان ده شيء استثنائي، بتطلب مني شيء استثنائي، ولكن هو ده النادي الاهلي. فعليك وانت داخل تتحمل مسؤوليه في النادي الاهلي تكون عارف كويس قوي ان في ضريبه استثنائيه هتدفعها بانك تكون رقم واحد في كل الالعاب. ده اللي احنا شايفينه. مبروك فريق كره السله رجال وشباب واعد، ومبروك ايضا دوري المرتبط سيدات، يعني فارس اسبوع كله كره سله في النادي الاهلي وبطولات في النادي الاهلي، اكيد يستحقوا التحيه عليه. اكيد يستحقوا التحيه، سواء مرتبط فريق الشباب او فريق المرتبط، لان فريق المرتبط يا جماعه هو اللي خلى فريق الكبار هو اللي يحسم البطوله. عشان كده انا بقول لا، فكره ان انت بتبني على حاجه وبتتدرج على حاجه وعندك منظومه ومشروع، ده مهم جدا. وجزء من المشروع ان في العاب الصالات يا جماعه لازم تعرفوا ان الافراد قادرين على احداث طفره. يعني ايه؟ يعني فريق زي الماسترز في الطايره، انت قدرت تكون جيل صعب جدا صعب جدا ان حد كان ياخد بيك بطوله. ولعبات الصالات انت بتبقى عارف لا، ان الفريق ده واخد افضليه فنيه ونفسيه على الفرق الاخرى، وخلاص بتبقى عارف انك عندك جيل صعب حد ياخد منك بطوله الا في استثناءات. ده اللي احنا بقى بنعمله في كره السله دلوقتي. عشان كده انا اتمنى في اليد، بما ان اسامه كان بيتكلم عليها، انا اليد بالنسبه لي النادي الاهلي يا جماعه عمل فريق جيد جدا، ولكن لحد دلوقتي ما حصدش المنتظر من الفريق ده. ليه؟ لان على مستوى نقله الشخصيه لسه النقله دي ما حصلتش. ده اللي انا شايفه، النقله دي بتاعت فكره ثقه البطل وشخصيه البطل اللي بيجي في اخر دقيقه يكون عارف ان هو لو متاخر هيرجع ويكسب، او لو كسبان هيحافظ على النتيجه. لسه النقله دي ما حصلتش. نامل ان مع وجود مدرب جديد هو ده اللي نقدر نحققه. ولكن عوده لكره السله، اكيد معانا جمهور الكويت كان ليه فيديو، جمهور الاهلي في الكويت طبعا كان ليه فيديو ملهم جدا. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. ناقص جزء في المنظومة ما كناش اتكلمنا عنه، وهو جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو المرجع، جمهور النادي الأهلي هو دايما الدفعة والزقة اللي انت بتبقى محتاجها لقدام. هتلاقي حد واحد بس يسندك لما ظهرك يميل كنادي أهلي، هو جمهورك. ده بعد خسارة البطولة العربية في الكويت، جمهورك كان واقف عامل ممر شرفي للاعبيه بيقول لهم انتوا عملتوا اللي عليكم، بس مستنيين منكم اللي جاي.
جمهور النادي الأهلي اللي توقف منه عدد كبير جدا بعد مباراة الاتحاد الأولى هو اللي لقيت عدد مكافئ وموازي ليه في المباراة التانية حاضر، لأن جمهور النادي الأهلي ما بيخلص. جمهور النادي الأهلي كان عارف دوره وتشجيع ملحمي وتجنبنا فيه كل ما حدث في المباراة الأولى، عشان كده جمهورك دايما ظهرك في الشدة ليك، درع الأمان بجد يا أسامة. هو بس الايقاف كان بعد مباراه الزمالك اللي هي كانت تحصيل حاصل، ولعبنا مباراه الاتحاد ذهاب وعوده بالجمهور، وكان في رساله بيوجهها يعني الكابتن مودي الجرح للجماهير، يمكن شفتها حتى بعد الخساره، وهو نادرا لما بيتكلم بعد الخساره، قال يا جماعه صدقوني تعالوا المباراه العوده وهترجعوا فرحانين. كان في ثقه كبيره جدا ان لو جمهور النادي الاهلي تواجد في الصاله هيكون في احتفال بالبطولة ان شاء الله، وده الدور اللي الجماهير لازم تبقى عارفاه كويس، وهي بالفعل بتوعى للنقطة دي كويس جدا. وبعد اللي حصل في مباراة الزمالك اللي كانت تحصيل حاصل، مباراة الإياب، كان جمهور النادي الأهلي له كلمة الفصل في الصالة. ومهم جدا نتكلم في نقطة كمان، ان الروح الشخصية واللاعبين في مباراة الكويت لما اتعمل الممر الشرفي ده، في بعض اللاعبين كان من درجة الحزن مش قادرين يمشوا في الممر الشرفي ده ويخرجوا بره الممر، فكان الجماهير بتشدهم، وده نوع مختلف تماما من فكرة تقدير اللاعبين. انت لما بتبقى بتبذل مجهود ومش قادر تحقق البطولة، انا كمشجع للنادي الاهلي انا هقدر كويس قوي ان انت عملت اللي عليك. وفعلا لعيبه سله النادي الاهلي كانت عامله اللي عليها في البطوله العربيه، يمكن كان اخفاق في اخر مباراه فقط لا غير، والجماهير دي تحملت اعباء كتير جدا جدا من تذاكر مجانيه ثم اصبحت ب 2 دينار ثم اصبحت حتى 20 دينار، مبالغ كبيره جدا جدا اعلى من فكره اصلا مباراه كره قدم، ولكن قدرت الجماهير انها توجه ايضا رساله من الكويت. وليه هنا بنتكلم عن الجماهير؟ لان هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، التعامل مع الاخفاق هو اهم ما يميز النادي الاهلي، وده اللي كان بيقوله الاعلام المنافس، يقول لك مشكله النادي الاهلي ان هو بيقدر يتعامل مع الاخفاق، مشكله الانديه الاخرى ان هي ما بتقدرش تتعامل مع الاخفاق، بتبقى عامله كده زي بلوفر التريكو، لو غرزه فكت منه بيتفك باقي عقد البلوفر، فالنادي الاهلي عنده الميزه بتاعه ان هو يتعامل مع الاخفاق. وجماهير النادي الاهلي في العاب الصالات ومع كره السله لما اتعاملت بشكل جيد جدا مع الاخفاق في البطوله العربيه، قدرنا نرد في الملعب، واللعيبه قدرت ده وقدرت تعوضها بدوري المرتبط كبدايه لبطولات هذا الموسم اللي ان شاء الله تستمر. عندنا رساله اخرى، يعني كان مسج كده من جماهير الكويت ايضا بعد البطوله العربيه، لو هو معانا ممكن نستعرضه، لو مش معانا يعني نروح لنتائج ألعاب الصالات أو المباراة النهائية، سواء دوري المرتبط أو فريق المرتبط والفريق الكبير. وعايزين هنا برضه يا جماعة ما ننساش حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، لما ندي كريدت لفريق المرتبط يبقى لازم طبعا ده الأهلي يستحق الأكثر تتويجا، فاستمروا في صناعه الانجازات. ده طبعا الرساله اللي كان طالبنا، ان انت متاخر، عارفين كويس قوي يا جماعه، ومش بنجادل، ما بنقولش احنا افضل نادي السله الحقيقي ولا بنقول الكلام ده، ولا احنا الاكثر بطولات في كره السله الحقيقي ولا القصه دي كلها، احنا عارفين كويس قوي ان الارقام لا تكذب، عندنا بعض البطولات تفصلنا عن منافسين هنتخطاها ان شاء الله. هيحصل ده خلال عام عامين بالكتير باذن الله نكون متواجدين على القمه، وده اللي طالبه جماهير النادي الاهلي. لكن نرجع لنقطه مهمه، واحنا بنتكلم عن فريق المرتبط وعن فريق الشباب، ما ينفعش ندي الكريد ده من غير ما نذكر ونشيد بالكابتن اسلام الكيلاني اللي عامل فريق واعد فعلا يطمنك على مستقبل كره السله في النادي الاهلي، ان شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التألق، وكل التوفيق لكابتن إسلام الكيلاني في مجموعة أو كوكبة اللاعبين، مهما كانوا صغار ولكن يبقوا كبار في القيمة وساعدوا في تحقيق البطولة. عشان كده كان في لقطة فارس للكابتن عمرو الجندي، ودي لقطات صعبة قوي تلاقيها في أندية كتير، إن يكون نجم الفريق، وطبعا عمرو الجندي مشجع للنادي الأهلي، ويرفع على الأعناق يعني أو يشيل لاعب من لاعبي الشباب كتقدير لدور لاعبي الشباب في المشاركه في تحقيق هذه البطوله، لان البطوله دي بالفعل لا تتحقق غير بمشاركه الفريق الكبير مع فريق الشباب. فكانت لقطه رائعه جدا
من الكابتن عمرو الجندي، ولقطه تعبر عن الروح المتواجده ما بين الفريق الاول وفريق الشباب، وهي دي الروح اللي وصلتنا اننا نكون ابطال مثل هذه النسخه للعام الثالث على التوالي وللمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي. كابتن عمرو الجندي وصل رساله للاعبين، هو اهم ما في لقطات الفوز هي اللقطه اللي قدامكم دي. انت شلتني في النتيجة وساهمت في تتويجي، وأنا بشيلك على كتافي عشان أوصل رسالة إن أنت بطل، إن أنت تستحق اللقطة دي من لعيب كبير وله تاريخ ولعيب مهم، ولكن بيوصل رسالة مهمة جدا، ويمكن هي توازي فكرة التتويج وتوازي فكرة اللقب، إن أنت ترفع اللاعب الناشئ بالشكل ده عشان توصل رسالة. هي دي الروح اللي بتخلق البطولات. كمان كان عندنا تفوق للاعبين رقميا، لاعبين صنعوا الفوارق. لاعب زي سيف سمير كان موجود في لحظات مهمة جدا وفاز كأفضل لاعب في المباراة. عندنا كمان علي توفيق، ده بالنسبة للفريق بتاع الشباب خد أفضل لعيب، وعمرو حاتم خد أفضل مسدد للثلاثيات، طبعا ده كابتن سيف سمير ثم علي توفيق، وموجود أيضا عمرو حاتم عمر حاتم. وكان عندنا أفضل المسددين في مباراة الاتحاد، إيهاب أمين جاب 18 نقطة، وعمرو الجندي 17، وولتر هوج 15، وعمر طارق 7، وسيف سمير 5. كان في بقى رسالة من حد كده؟ لا، هو انا عايز بس اقف عند افضل المسددين في مباراه الاتحاد، لسبب ان بدايه مباراه الاتحاد كان دقيقتين ونص تقريبا ما سجلناش ولا باسكت، ولكن الاتحاد ايضا كان مسجل 2 باسكت فقط، ثنائيتين ب4 نقاط. هنا ايهاب امين قدر ان هو يدخل النادي الاهلي في الجيم ويركبه الجيم بثلاث رميات ثلاثيه متتاليه، يعني ثلاثيه 9 نقط، ركبت الاهلي الجيم بدري. وطبعا عمرو الجندي في الاوقات الصعبه بيكون موجود. وولتر هوج رغم اننا لسه يعني مش في الحاله الانفجاريه اللي منتظرنا من وولتر هوج، لكن قدر يسدد او يسجل 15 نقطه، فدول يعني من نجوم المباراه الاخيره، لكن بالتاكيد كل الفريق يعني نجوم. ولكن بما اننا بنتكلم عن النجوم وبنتكلم عن النادي الاهلي، فتلاقي مثلا الناس متعلقه جدا بجيلبرتو في كره القدم، متعلقة جدا بفلافيو برغم المسافة الطويلة أو المدة الزمنية الكبيرة اللي جيلبرتو وفلافيو بعيد عن النادي الأهلي، إلا أنهم متعلقين بالنادي الأهلي لدرجة أن جيلبرتو في مرة غامر ولبس تيشرت النادي الأهلي في مباراة بين الأهلي وبطل الأنجولا، أنيس بوجلبان في تونس وهكذا. فيطلع لنا يونج، أليكس يونج يطلع أن هو دايما وأبدا في كل بطولة بيحققها النادي الأهلي متواجد، بيشارك، بيحتفي وبيحتفل بزملائه السابقين وبيحتفل بالنادي الاهلي. أليكس يونج اللي كان له مواقف كتير جدا مع النادي الاهلي في وقت من ازمات الكورونا ان هو يتنازل عن راتبه لانه لم يشارك في المباريات، فطبعا بنوجه له كل التحيه وكل التقدير. ودي كانت من اللقطات الجميله جدا بعد المباراه. ولكن عندنا في لقطه برضو جميله جدا يعني بتوضح لك قد ايه البطوله بتحقق مشاعر طيبه جدا. أوجستي لا يترك التفاصيل سواء الفنيه داخل الملعب أو التفاصيل اللي تدل على فكرة إن هو شخص قريب جدا من الفريق سواء كتيم أو من كل ما يخص قطاع السلة في النادي الأهلي. ولقطته مع جانا رفعت اللاعبة المصابة، وكانت صورة بتجمع الأبطال اللي لهم تأثير كبير جدا في موسم النادي الأهلي. تأكيد يعني عايزين بس قبل ما ندخل في التحكيم، عندنا طبعا سؤال لحلقة النهاردة على هاشتاج الأهلي خط أحمر، وهو يعني التشكيل المناسب من وجهة نظرك لمباراة الأهلي والمقاولون العرب. أكيد عندنا كلام كتير جدا هنقوله بعد الفاصل يعني، وبرضه مرتبط بجزء آخر مهم جدا في كرة السلة. انتظرونا، هنطلع فاصل وهنرجع نكمل نقطة مهمة جدا، مش هنعديها عشان احنا أبطال، ومش هنعديها عشان اتكررت كتير وما ينفعش إننا نعديها. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر، وما زلنا في كره السله. انت بطل متوج، ولكن وانت بطل وبتتكلم في امور تعرضت ليها تحكيميا، ده مهم جدا، لان انت هنا ما بتتكلمش لمصلحه ان انت خسرت البطوله، فطالع بتقول اسباب او مسببات. البعض ممكن يدخل في جدل، رغم ان احنا حتى في كره القدم بنكون بنتكلم على حق وبنتكلم واحنا مستعدين لواقعه، ولكن البعض ممكن يدخل ده في فكره اصل دي مسببات اصل انتوا بتقولوا. ولكن هنا انت بتتكلم وانت بطل،
انت بتتكلم وانت متوج باللقب، انت بتتكلم لمصلحه كره السله المصريه، اللي بعض الامور التحكيميه اللي شفناها في لقاءين الاتحاد ويمكن في قرارات قبلها سبقت في مباراه الزمالك خلتنا نقول ان انت عندك كره سله، وانا بقول ده للامانه، عندك كره السله المصريه لا في طفره، في تطور فيها، في تنافسيه بقت واضحه وقويه جدا، في ارتقاء بمستوى مدربين كرة السلة في مصر، في ارتقاء بمستوى اللاعبين على المستوى الفردي، انت عندك لاعبين مميزين جدا سواء في النادي الاهلي وبعض اللاعبين خارج النادي الاهلي، فلازم انت كاتحاد تسعى انك تحافظ على ده بخروج التحكيم بشكل لا يغير وجهة البطولة، وانا بعني ده لان في لحظات كانت قادرة على تغيير وجهة البطولة من النادي الاهلي لنادي الاتحاد السكندري اللي اكيد بنحترمه، ولكن احنا بنسعى ان كل حد ياخد حقه، وانا هنا عايز اقف عند حد مش من النادي الاهلي ولا من منظومة كرة السلة المصرية، وهو المعلق الاردني المتميز جدا اشرف سمارة، واللي بيعلق على بطولات كتير جدا خارج مصر، واللي بيعلق دايما في بطولات ومحافل كبيرة في كرة السلة، فتعالوا نشوف شاف قصة التحكيم المصري في كرة السلة ازاي، ونرجع ندلل ايه اللي خلاه يقول ده. اشرف سمارة قال ايه؟ قال الاستعانة بحكام اجانب لادارة النهائيات ليس انتقاصا من قيمة الحكم المحلي، لكن اي نهائي سواء دوري مرتبط او السوبر المصري او غيره يستحق حكام اجانب لضمان خروجه باحسن وجه تحكيمي واقل اخطاء، ولم تعد أي حجة مقبولة ونقطة على السطر. هنا أشرف سمارة بيشوف أكيد الراجل بيتكلم بمنتهى الذوق، يعني طبعا عشان لا يفسر الأمور إن هو بيتكلم في أمور تخص كرة السلة المصرية بشكل من أشكال النقد المبالغ فيه، الراجل ما انتقص من الحكام المصريين، ولكن قال هذه النهائيات بتحتاج ان انت كاتحاد تكون احرص حد على خروجها بالشكل اللائق عشان المسابقه تفرز البطل الحقيقي للمسابقه والبطل الذي يستحق التتويج. كان ممكن ازاي الامور تختلف؟ ده اللي احنا هنستعرضه معاكم خلال الفقره. بص يا فارس، هو يعني كل متابعين كره السله والشغوفين بكره السله بيطمئنوا دايما لما يكون في تحكيم اجنبي، ولما بيكون في تحكيم اجنبي في احيانا في كره القدم بتجيب حكم اجنبي بيكون مصنف تصنيف قليل قوي، يمكن اقل من الحكم المصري، فعشان تقول هو ده الحكم الاجنبي ده بيغلط زيه زي المصري. لكن الحقيقه في كره السله واحنا هنا احيانا كتير جدا 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 بنشيد بقرارات مجلس اداره اتحاد كره السله والاستاذ مجدي ابو فريخه، وبنقول ان هو مجلس مسؤول وبيحاول قدر الامكان يطبق اللوائح او متميز على الاقل من اتحادات اخرى في العاب اخرى. يعني ذكرنا امثله كثيره جدا 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 لكسر اللوائح والمجاملات للانديه الاخرى، فقلنا ان اتحاد كره السله بيحاول يكون حريص على انك تصل البطوله المستحقه. جابوا البطوله الماضيه امام الاتحاد تحكيم اجنبي، والبطوله دي جابوا تحكيم مصري بعد المباراه الاولى وبعد عده اخطاء من التحكيم المصري. كان من حق جماهير النادي الاهلي انها لا يا جماعه، هو احنا نجيب تحكيم اجنبي في بطوله عربيه او نجيب تحكيم اجنبي في دوري مرتبط فتكون الامور سهله جدا، نيجي نجيب تحكيم مصري نلاقي نفس الاخطاء التحكيميه هي هي في لعيبه في 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 انديه منافسه لها طريقه معينه في انها ترتكب او تخدع الحكم بان لها خطا، واحيانا ده بيحصل كتير جدا حتى لو الحكم ده اتكرر مره واثنين وثلاثه. هل هنا بقى بيخدع الحكم؟ لا، هنا الحكم اصلا راضي ان هو يتخدع من اللاعب. راضي ليه؟ انا ما اعرفش، لان في حكام معروفين في كره السله بالاسم، انا لن اذكر اسماء، لكن لما بيتحطوا في مباراه للاهلي والاتحاد بيبقى كل جماهير النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي عارف المباراه رايحه في اي اتجاه. طيب احنا يعني نبتعد عن مثل هذه الشبهات ازاي؟ امر سهل وبسيط، تحكيم اجنبي لمباراه النهائيه، مباراه اياب، مباراه ذهاب، هات تحكيم اجنبي. هل الكلام ده ما عندناش عليه ما يثبت؟ انتوا عارفين معانا هنا في الفار روم سواء في كره القدم او حتى يعني بنستاذن الكابتن هيثم السعيد في كره السله، لا عندنا يعني اخطاء واضحه جدا، واولهم الخطا الاول على ولتر هودج في ثلاثيه يعني هديه لنادي الاتحاد السكندري. وعايزك تركز في الكره دي وقول لي فين الخطا، فين التلامس اللي حاصل؟ يعني ولتر هودج رفع ايديه وده لغايه لما الكره طلعت من ايد لاعب الاتحاد السكندري، مفيش اي تلامس حصل مع ولتر هودج ولاعب الاتحاد السكندري. الكره دي اتحسبت ايه بقى؟ الكره دي اتحسبت ثلاث رميات طبعا
وتسجل وتعمل ثلاث فاولات بنفس الطريقه دي بنفس القصه دي، ثلاث فاولات بثلاث بتسع رميات حره، سجل منهم الاتحاد 7 نقط من 9 نقط. الاتحاد في المباراه الاولى اللي فرقه عن النادي الاهلي ممكن تلاقيها الثلاث رميات دي اللي ركبت الاتحاد الجيم بلغه الكره. ده مش كده وبس، الحكم والتر هودج بيقول له انا رفعت ايدي، انا عايز اعرف ايه اللي حصل، قام مدي تكنيكال فاول وقام كمان مدي رميه اضافيه. طب ايه ده؟ ايه ده؟ ده التحكيم المصري اللي احنا بنشتكي منه. عندنا نقطه ثانيه مهمه جدا، ان قصه الاعتراض، بس انا يعني هتعرض لولتر هودج واللي كان بيحصل من التحكيم الاجنبي السنه اللي فاتت، لكن بما ان وولتر هودج خد تكنيكال فاول لما رفع ايديه، انا عندي فاول على شوشه تمام وفاول مستحق جدا والحكم حسبه للنادي الاهلي، ما عندناش ادنى مشكله. هنا شوشه بقى مش بيرفع ايديه، ده بيشوح والكاميرا جابتها ويبص لترابيزه الحكام ومفيش اي قرار من الحكام في الصاله. ليه وولتر هودج في لقطه ما اتشافتش بيتقال فيها انا رفعت ايدي فقط لا غير خد تكنيكال فاول، وفي نفس المباراه لاعب الاتحاد السكندري شوشه؟ يعني اعتقد الصوره خير دليل وواضحه جدا على اعتراضه الكامل على التحكيم وعلى قرارات التحكيم في كره الفاول والرميات الحره. فين هنا تدخل الحكم باحتساب تكنيكال فاول على لاعب الاتحاد السكندري؟ ده في مباراه واحده، وده اللي احنا بنوضحه. لما يتحسب ثلاث فاولات وثلاث رميات حره في كل فاول يركب فريق الاتحاد وكمان تكنيكال فاول لمجرد ان وولتر هودج يرفع ايديه وشوشه يشوح وما ياخدش اي خطا، لا هنا لازم نقول يا جماعه ده مش اتحاد عادل، ده مش تحكيم عادل، ده مش اللي احنا عايزينه، احنا عايزين تحكيم اجنبي نتطرق ليه ونقارنه بالموسم الماضي ونشوف التحكيم الاجنبي في الموسم الماضي كان عندنا نفس القصه من لاعبي النادي الاتحاد السكندري. عندنا الاول لقطه لعمرو زهران. هات لقطه عمرو زهران. لقطه عمرو زهران، تعالوا شوفوا الكوره اللي هي اتحسبت فاول والكوره واضحه وصريحه ازاي، ما كانش فيها اي قرار ممكن يتاخد بالشكل ده. ده علشان بس ما نكونش بنقارن على مستوى حتى التكنيكال فاول اللي اتحسب وعلى مستوى الاعتراضات، لا ده على مستوى كمان يا اسامه القرارات الفنيه داخل المباراه وازاي كان واضح جدا ان في معيارين. ولكن لما بيكون عندك تحكيم اجنبي، الموسم اللي فات كان عندنا تحكيم اجنبي، تعالوا شوفوا الصورتين دول هتعرفوا ازاي الحكم الاجنبي من بدايه المباراه كان بيدي رساله واضحه وصريحه، خصوصا ان نادي الاتحاد عنده بعض اللاعبين اللي بتجيد ايقاف اللعبه عن طريق مجموعه من الحركات او مجموعه من طرق الاداء اللي بيكون فيها جزء من اعاقه اللاعب. ده الحكم الاجنبي حسب فاول. تعالوا نشوف بعد كده ازاي هو بيشرح للاعب انت عملت ايه وازاي هنا بتتحرك بالشكل ده وازاي تمت الاعاقه. ده حكم اجنبي من بدايه المباراه يا اسامه وضح الفكره انت ازاي داخل في المباراه وازاي انا مش هدي مساحه ان يكون في النوع ده من التحايل. فاللاعب بيفضل طول الجيم خلاص عارف انا هعمل ده، الحكم هيحسبها فعلا. الثلاث فاولات اللي اتحسبوا من التحكيم المصري في مباراه الذهاب، اعتقد الحكم اسمه وائل ابراهيم، يعني هو ده الحكم اللي بيتواجد في مباراه الاهلي والاتحاد بتحصل مشاكل دايما. هو لما حصل نفس الاخطاء ده، لو في اخطاء ده ما حصلش فيها اخطاء اصلا، لكن لما حصل تحايل او سيميليشن، محاوله ان انت تركب رجلك على رجل لاعب النادي الاهلي، تعلق ايدك، حاجات كده شهير بها ميدو وفوده لاعب الاتحاد السكندري وبيستغله زي ما قلت الحكم المصري. لما عملوها مع التحكيم الاجنبي ايه اللي حصل؟ ما اتحسبش اي حاجه. فايه اللي حصل؟ اتحرم نادي الاتحاد من ثلاث فاولات، الفاول بثلاث رميات، لو كان موجود تحكيم مصري كان هيحتسبه لنادي الاتحاد السكندري. طيب هنقول نقطه مهمه جدا، عندنا لا يا عم ده بتبقى فاولات وبتبقى اخطاء تحكيميه. طب اجيب لك بقى نهائي افقد النادي الاهلي الدوري 2020 والصوره زي ما بنقول خير دليل، احنا مش هنتكلم، احنا هنجيب صوره اليكس يونج وهو بيرمي رميه ثلاثيه تتحسب ثلاث رميات ثلاثيه، وقول لي ازاي حكم شايف الثلاث رميات حره، ازاي الحكم شايف ده ومش قادر يستوعب ان في خطا حصل وما قدرش ان هو يحتسب ثلاث رميات حره. طب هتقول لي يا عم ده ثلاث رميات حره في جيم يعني تتكلم؟ لا ده انا هقول لك ده في التوقيت ده الثلاث رميات حره، لو سجلت الثلاث رميات انت فزت بالدوري، لو سجلت رميتين انت تعادلت، فزت بالماتش، لو سجلت رميتين انت تعادلت. الماتش ده كان مؤثر في مسيرة النادي الاهلي بدوري 2020. ده الفارق اللي احنا بنوضحه ما بين التحكيم
المصري والتحكيم الاجنبي، بنوضحه احنا ايه واحنا فايزين بالبطوله، عشان زي ما بنتكلم في كره القدم بندافع عن حقوق النادي الاهلي في كل الالعاب، ومشكلتنا ستظل قائمه الى ان يتم تطوير منظومه التحكيم المصري في كل الالعاب، لان احنا بنعاني بصراحه يا جماعه. انت احنا لما بنتكلم على المقارنه، انت عندك دوله وفوده، يمكن حتى كنا بنتكلم امبارح ان هم عندهم شكل من اشكال الاداء دايما بيعملوه، سواء ارتكاب مخالفات للايقاف او سواء تحايل وهم معاهم الكره. هنا الحكم الاجنبي ومع التحكيم الاجنبي الموسم اللي فات اتحسب على دوله وفوده سواء 3 تكنيكال فاول او 3 سيميليشن في اول يومين فقط كان موجودين مع التحكيم الاجنبي في الموسم الماضي. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان يا جماعه المعايير لما بتختلف بنكون لازم نقول جرس انذار اتقال على لسان كابتن اشرف سماره اللي بدانا بيه. يبقى كده الحكم المصري ما بيتخدعش، هو قابل بانه يتخدع. ما هو انت وضحتها، بيدعي ان هو يتخدع، ووضحتها ان ازاي ناس في مباريات معينه بيكون يا اسامه معروف الاتجاه ازاي هيروح. نتيجه المباراه معروفه، عشان كده انت فنيا فرقت، لان انت افضل فنيا، وده بينعكس في نتائجك حتى في البطوله العربيه. الاتحاد ودع البطوله قبلك وانت قدرت تكمل لحد النهائي. فيا جماعه احنا واثقين ان زي ما قلنا، وده اللي احنا رايحين له، ان كرة السلة وألعاب الصالات الأمور والتفاصيل قادرة على إحداث طفرات بنتائج قوية جدا. عشان كده إحنا عارفين إن عندنا فريق وعندنا مدرب قادرين إن هم يبعدوا عن أي منافس لو توفرت ليهم الظروف العادلة، وده اللي إحنا بنسعى ليه. ولكن نروح لأوجاستي. أوجاستي طفرة؟ أوجاستي بيحدث تاريخ؟ أوجاستي بيوسع الفوارق؟ طيب عايزين نروح وهنتناول معاكم أوجاستي أضاف إيه وما قبل أوجاستي. النادي الأهلي كان عنده سعي أو مساعي لتطوير فكرة لعبة كرة السلة ونتائجها ولا لأ، عشان تعيشوا معانا القصة كاملة. يا جماعة أوجاستي لا يمكن أن ننكر أنه يحدث أو يحدث فوارق داخل النادي الأهلي. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تشوف ان النادي الاهلي في فرق ما بين فكره ان انت بتحاول ان انت تكون موجود على الساحه وتنافس الاخرين في عدد من البطولات، وتيجي لما تشوف نهايه الموسم تلاقي نفسك واخد بطوله من 5 او بطولتين من 5 وهكذا، ولا انت في حاله متفرده. ده احدثه ناس كتيره جدا داخل النادي الاهلي، سواء في كره القدم زي مستر هيديكوتي او مستر مانويل جوزيه، او سواء بنشوفه دلوقتي في كره السله مع اوجاستي. مع اوجاستي تعالى شوف النادي الاهلي منذ تولي اوجاستي مقارنه بالفرق الاخرى داخل مصر على مستوى البطولات. يعني انت لما تيجي تشوف مش على مستوى الامور او مباريات، لا ده انت بتيجي هتشوف على مستوى البطولات 5 بطولات اتحققوا: دوري السوبر، كاس مصر، بطوله عربيه، 2 دوري مرتبط. الاتحاد، نادي الاتحاد السكندري وهو النادي صاحب التاريخ الأكبر في كرة السلة المصرية، عنده بطولة سوبر مصري خلال تواجد أوجاستي. نادي الزمالك 0 بطولات. ده اللي انت تقدر تتكلم عليه، ان تأثير مستر أوجاستي مع النادي الأهلي مع منظومة وفرت له وقالت له احنا عندنا مشروع بدأنا فيه خطوات. وكان مستر بالما، وانا عايز اقول الحتة دي لأن أنا ضربت بيها مثال من فترة في كرة اليد، مستر بالما مدرب كبير جدا، ولما جاء أنا سألت الناس اللي لها باع في كرة السلة واللي هي أكيد عارفة أكتر مننا في كرة السلة، واتقال إن هذا المدرب هو مدرب كبير جدا وقادر على مع منظومة النادي الأهلي لما ياخد الوقت إن هو يحدث تفوق للنادي الأهلي. ولكن أنت أتيح عليك في فترة بعد رحيل أوجاستي عن نادي الزمالك، أتيح عليك في فترة إنك لقيت مدرب زي أوجاستي فري تقدر تضمه، وهو مدرب صغير في السن يتواكب مع ان انت عندك مشروع. فجيت قلت انا عندي مشروع مش ببدأ من الصفر، انا مع بالما كان عندي مشروع انا ببدأ فيه، ولكن هذا الرجل مع هذا المشروع قادر يروح لخطوات ابعد واسرع من اللي انا كنت بشتغل عليه دلوقتي. وهو ده الاداره، وهي دي الارقام اللي انتوا شفتوها. ولكن لما نتكلم في فلسفه المشروع اللي معانا كمان يا اسامه هيبين فكره ان النادي الاهلي لا فعلا كان عنده مشروع في السله. بالتاكيد، وانا بس عايز اضيف حاجه، ان مباراه السوبر اللي فاز بيها الاتحاد السكندري الاهلي ما كانش طرف في المباراه دي، فتحقيق حتى البطوله ما كانش على حساب فريق النادي الاهلي. لكن البعض هيقول لك طب ماشي، ما هو انتوا سهلتوا الامور جدا وجبتوا أوجاستي، وأوجاستي ده كان مدير فني لنادي الزمالك، وبالتالي
القصة كلها، بما انكم بتتحدثوا عن نجاحات وانجازات، فكل النجاحات والانجازات دي تنسب لاجوستي. طب احنا ليه عرضنا اصلا صور بطولات الفرق المصرية اللي تنافست على البطولة، سواء الاهلي او الاتحاد او نادي الزمالك، في وجود اجوستي مع النادي الاهلي او وجود اجوستي مدير فني للنادي الاهلي؟ اجوستي مع النادي الاهلي تفوق بشكل كبير جدا. طب هي القصة كلها لو في اجوستي بس؟ احنا هنا مش بنقلل من قيمة اجوستي كمدير فني كبير، لا ده مدير فني كبير وكبير جدا، ولكن لو هي القصة كلها ان تحقيق البطولات مرتبط باجوستي فقط لا غير، اذا اجوستي وهو في نادي الزمالك اكيد هيحصل نفس الطفرة اللي حصلت، واكيد نادي الزمالك هيحقق كل البطولات باستثناء بطولة من 6 بطولات ممكن يشارك فيها. لكن هل ده حصل؟ لا. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان نادي الزمالك في وجود اجوستي والاهلي ونادي الاتحاد السكندري تقاسموا البطولات. تقاسموها ازاي؟ نادي الزمالك خد بطوله الدوري وبطوله افريقيا، والنادي الاهلي خد بطوله اهلي بطل المرتبط، والاتحاد خد بطوله كاس مصر. طيب ده على مستوى البطولات، مفيش استحواذ لنادي الزمالك في وجود اجوستي، وبنأكد اجوستي مدير فني كبير، لكن احنا بنأكد ان مشروعنا كنادي اهلي في كره السله هو مشروع بني من اجل السيطره على مقاليد اللعبه في مصر، واكيد اكيد عندنا طموحات واحلام اننا نحصل على البال ونحصل على البطوله الافريقيه، لان النادي الاهلي له تاريخ مع البطولات الافريقيه في كره السله، يمكن عدد محدود ولكن هو الاكثر حصولا على هذه البطولات بين الانديه المصريه. طيب الاهلي هو بيواجه الزمالك اوجستي، ايه القصه؟ بما ان القصه كلها لو البعض هيتخيلها انها اوجستي فقط لا غير، لا، ممكن نستعرض بقى مباريات النادي الاهلي مع نادي الزمالك واوجستي مدير فني لنادي الزمالك. هتلاقي في كاس مصر النادي الاهلي فاز 85-80 على زمالك اوجستي، في السوبر او دوري السوبر النادي الزمالك انسحب امام النادي الاهلي، في دوري السوبر تاني فوز الاهلي 112-106 على زمالك اوجستي، في دوري المرتبط فوز الاهلي 91-68 على زمالك اوجستي، في دوري المرتبط تاني فوز الزمالك 63-59 في مباراه كانت تحصيل حاصل. اذا الاهلي امام زمالك اوجستي لم يخسر اي مباراه لها قيمه تقدر تضيف او تخرج النادي الاهلي من بطوله او توصل نادي الزمالك بطوله. المباراه الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي كانت مباراه تحصيل حاصل. طيب ما نروح بقى لمواجهات الاهلي والزمالك ونشوف لما اوجستي اصبح مدير فني للنادي الاهلي الزمالك كان بيحقق نفس النتائج دي امام النادي الاهلي بقياده اوجستي. هتلاقي استمر تفوق النادي الاهلي على الزمالك، دوري المرتبط فوز الاهلي 66-63، دوري المرتبط فوز الاهلي 71-64، كاس مصر فوز الاهلي 67-66، دوري السوبر فوز الاهلي 86-85، دوري السوبر فوز الاهلي 71-64. يعني النادي الاهلي مع اوجستي بيسيطر على كل المواجهات المباشره ما بين الاهلي والزمالك وبيفوز بكل المواجهات حتى تحصيل الحاصل. النادي الاهلي بمديرين فنيين اخرين ضد زمالك اوجستي ايضا بيفوز بكل المواجهات الا مواجهه واحده فقط لغير تحصيل حاصل. قيمة النادي الاهلي في السلة وكلمة المشروع مش باجي اشوفها مع مدير فني كان السنة اللي فاتت معايا. والنادي الاهلي هل هو كان قبل اوجستي في كرة السلة عدم؟ لا، ده هنستعرض فيه اخر 10 سنين بطولات النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاتحاد، البطولات اللي اتلعبت في دوري السوبر ودوري المرتبط وكاس مصر من اول 2012 ل 2022، وخدنا اخر 10 سنين عشان يبقى معيار النجاح والتقييم يكون عادل وبعيدا عن تاثير المدير الفني. هتلاقي النادي الاهلي حقق 13 بطوله، 3 دوري سوبر، 2 كاس مصر، 1 افريقيا، 1 بطوله عربيه، 6 دوري مرتبط. يليه مين؟ نادي الاتحاد ونادي سبورتنج بكام بطوله؟ 10 بطولات، 1 دوري سوبر، 3 كاس مصر، 1 سوبر مصري الاتحاد، 2 بطولة عربية، 3 دوري مرتبط. سبورتنج 10 بطولات، 3 دوري سوبر، 5 كاس مصر، بطولة عربية، 2 دوري مرتبط. مفيش بطولة عربية في مباراة، لا سبورتنج مفيش بطولة عربية. 3 دوري سوبر، 5 كاس مصر، الكلام ده مش حقيقي بطولة عربية، لا 2 دوري مرتبط فقط لا غير. ونادي الزمالك ونادي الجزيرة 3 بطولات فقط لا غير، 2 دوري سوبر وبطوله افريقيا مع اوجستي، 2 دوري سوبر للجزيره وبطوله كاس مصر. يعني الفوارق ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك اخر 10 سنوات شاسعه جدا. من ينافس النادي الاهلي اخر 10 سنوات على صداره
بطولات لعبة كرة السلة في مصر هما ناديين. كان نادي سبورتنج جات له طفرة من 2012 تقريبا حتى 2016، حوالي 4 كاس مصر او بطولات اللي خدها، 3 دوري سوبر و5 كاس مصر متتاليين، واعتقد كان معاهم كابتن مرعي. والنادي الاهلي 13 بطولة ونادي الاتحاد السكندري 10 بطولات. اذا النادي الاهلي في مشروعه من 10 سنين جزت اضافة، بالتأكيد اضافة، وهو ده اللي احنا بنسعى ليه، ان انت تكون رقم واحد في تاريخ بطولات كرة السلة في مصر. انا حريص ان انا اكد ان مستر اوجستي بوش زي ما احنا بنقول مدرب كبير، ولكن فكره ان احنا اسامه في صوره لازم نقف عندها اللي هي بتاعه مواجهات الاهلي والزمالك في وجود اوجستي مدربا للزمالك. انت كان عندك تفوق، ولكن لما راح الاهلي انت عملت الطفره دي اللي هو عند غيرك ما قدرش يعملها. ده بيتعمل ازاي يا جماعه في كره السله؟ بان انت وفرت الامكانيات ووفرت القدرات ووفرت الادوات اللي تخلي المدير ده الفني ده وهو مع اكس حقق كذا، وهو مع النادي الاهلي حقق كذا. عشان كده مهم نقول ان في مدرب متفرد، ولكن انت تصنع تاريخ اكبر للحد اللي عنده الاستعداد، وده اللي قلناه مع كولر حتى في كره القدم. لا، وده اللي قلناه حتى لما كان حسين حجازي في البدايات بيروح النادي الاهلي ازاي عملنا ومختار التتش، فكان بيروح نادي انديه اخرى يحقق بطولات، يعني والنادي الاهلي يقدر يحقق بطولات. طبعا عايزين نذكركم بسؤال حلقه النهارده وندخلكم في جيم، او يعني ناخدكم من كاس العالم شويه لموضوع الاهلي والمقاولين العرب والتشكيل المناسب من وجهه نظرك بكره على هاشتاج الاهلي خط احمر، وهنستعرض ان شاء الله بعض تويتات حضراتكم. ولكن في الفقرات القادمه خلوني بس اقول لكم ان اللي متابع دلوقتي الاهلي خط احمر عايز برضه اقول له ان مباراه الارجنتين والمكسيك يعني ما زال التعادل السلبي 0-0، ورفاق ميسي يعني ما زالوا حائرون عن شباك المكسيك يبحثون. مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وهتبقى مفاجأة كبيرة جدا جدا لو خرج رفاق ميسي من الدور الأول، وهيبقى والله يعني كأس العالم بتاع التوقعات اللي هو إيه بتيجي بالحظ كده، واخد بالك أنت؟ لا أنا سعيد للسعودية، إحنا هنيجي في التوقعات أنت هتزوج، الناس كانت فاكراك مش جاية الحلقة. ليه بس؟ أنا عايز أقول لك إن السعودية يعني لو حصلت المفاجأة دي عندها المباراة الأخيرة فرص كتير جدا وحسابات كتيره جدا للتاهل، لان احنا هنيجي نقف، لان انا زعلان جدا عشان المنتخب السعودي النهارده. المباراه دي امام بولندا كانت احسن من الارجنتين بكتير. الشوط الاول خلص بين الارجنتين والمكسيك تعادل 0-0، يعني نطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل وباقي فقرات الاهلي خط احمر. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر، وقبل ما نروح بقى لفقرتنا اسامه عندي خبر سلبي ليك. فاعتقد ايه؟ لا مش عايز اعرف. خمن. لا مش عايز اخمن. خمن. قطر رجعت كاس العالم. لا مش ده خالص. طب يعني لغوا الثلاث اجوال بتوع السنغال. لا خبر هيزعلك جامد. مسحه ديانج طلعت ايجابيه لمباراه 27 نوفمبر. يعني موقفنا ايه؟ وكابتن وليد سليمان. وكابتن وليد سليمان. وصالح جمعه. ده انت عندك الخوف. ما انا مش راضي اقوله عشان ما نكتش عن الناس. ما تنكتش، بس تعتقد ايه موقفنا قصاد الزمالك؟ لا هو الموقف كده، انت عارف ديانج الفتره الاخيره هو اللي بيلعب اساس لان حمدي فتحي راجع من اصابه، لكن خير. طب الزمالك ما عندوش كورونا؟ الونش. الزمالك عنده الونش هيغيب، وعبد الله جمعه واوباما. عبد الله انت عندك الخبر، ما انا بقول لك اهو. طب ما يعني لا احنا هنروح للمباراه وهتكون جزء معانا خلال الحلقه، لان الجمهور انا عايز اقول لك احنا شغالين، والناس بتبعت لنا يا جماعه ما تنسوش ان نهائي 27 نوفمبر بكره. يا جماعه المباراه احنا هنعيش معاكم الاجواء وهنعيشكم الاجواء ومش ناسيين. هو انت فاكر اصلا الليله اللي كانت قبل 27 نوفمبر؟ والله ما بحبش افتكرها، تخيل. لان انا بحب افتكر ما بعد المباراه. كانت صعبه قوي يعني، يمكن والله بجد انا بقول شعور سجده كابتن محمود الخطيب ده بقى اللي هو كلنا كده واحنا بنرمي من على كتافنا وبنخرج. البعض وقتها اسامه لسه شايف فيديو النهارده بيقول دي الهزيمه اللي لما نكسب الاهلي فيها عمرهم ما هينسوها، وهتعوض كل حاجه ممكن حصلت في التاريخ. ده حقيقي. يعني البعض فرح بعد كده بدوري وكاس يعني هو احنا كسبنا؟ مش احنا لسه هنتكلم؟ هنقول للناس هنعمل ايه واكيد هنفرح واكيد هنحتفل، لان يا جماعه الذكرى بطوله مهمه جدا. ولكن عندنا بقى ذكرى بطوله، احنا انا بشوف ان بطوله كاس مصر
انا كاهلاوي والله يا اسامه لما الناس بتسالني ايه البطوله اللي انت غير راضي عن موقف النادي الاهلي فيها تاريخيا، انا بتكلم ان كاس مصر حاليا، لان انا بشوف ان فارق عدد البطولات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله كاس مصر، طبعا الفارق للنادي الاهلي بتسع بطولات، ولكن انا بشوف مش مرضي. ان لا خالص خالص حقيقه، يعني خاصه وان انت اخر يعني اخر ال 20 سنه او من بدايه القرن ده يعني ما ادتش البطوله من اهميه. 2007 تحديدا ما ادتش البطوله اهميه كبيره ان انت تقدر تحاول. شفنا في اوقات كتير كنا بسبب رعاه لا مش هنشارك، لا مش هنلعب. فنتمنى ان شاء الله اننا يعني نستعيد البطوله دي مره اخرى، وزي ما احنا تعودنا يعني اي حاجه اي منافس بيشم نفسه في اي بطوله بنعمل ايه؟ ده حقيقي. وبالبطوله دي بالذات يا جماعه انا اتمنى ان اللعيبه تديها اهميه كبيره، لان التاريخ احنا لما بنيجي نحسب كده دوري ابطال افريقيا وتقول لك عندك ضعف عدد البطولات السوبر، واحنا بنستعرض لما كنا بنفوز بيه، لما بتيجي بتتكلم في الدوري احنا بنقول نادي الزمالك زائد انديه كذا 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 بيساوي كذا من بطولات النادي الاهلي. فبالنسبه لي كاس مصر انا كارقام النادي الاهلي غير راضي مطلقا عن ارقامنا في بطوله كاس مصر، خصوصا ان انت في السنوات الاخيره ايضا خسرت بطولات في كاس مصر لصالح الزمالك، وانا بشوف ان احنا دايما بنتعامل ان احنا واخدين دوري واخدين افريقيا واخدين بتاع، فكاس مصر ممكن نخسره. البطوله دي مش هينفع، صدقوني البطوله دي مش هينفع خالص ان احنا نتعامل معاه بالشكل ده. عشان كده بنذكركم سريعا، بس عايز اقول لك حاجه الاول قبل ما تعدي النقطه، بس عشان نكون امناء، هي الفرق دايما الكبيره في الدول بشكل كبير جدا بتتعامل مع مسابقات كاس مصر او مسابقات الكاس يعني الدوله دي او كاس اتحاد الدوله دي بشكل فيه يعني ممكن تلاقي السكند تيم هو اللي بيشارك، ففعلا ما بتبقاش الاهميه قصوى بشكل كبير جدا. لكن وانس احنا بنتكلم وبنهتم دلوقتي بقصه اننا نحقق ارقام في لعبه كره السله، وعايزين اننا نتصدر المشهد في الانديه المصريه، فبالتاكيد عاوزين نحافظ دايما على ان كل بطوله انت حققتها يكون في جاب دايما بينك وبين اقرب منافس ليك. يعني انت لما تيجي تتكلم احنا بطوله السلطان حسين مثلا انت واخدها سبع بطولات، النادي المختلط واخدها بطولتين او نادي الزمالك واخدها بطولتين، وانتهت البطوله على هذا النحو. فبطوله كاس مصر وبطوله دوري القاهره بقى عشان نكون منصفين الجاب مش كبير قوي، فاحنا عايزين يا جماعه نشتغل كده. ما احنا ما عندناش فرصه لحقيقه يعني دوري القاهره عشان نبقى ما باقي البطولات إيه يعني؟ مش هنعمل حاجه، لان باقي البطولات نبقى عايزين ده ندوس. ما عندناش دوري القاهره، عندنا كاس مصر. بص انت قلت حته اللي هي بتاعه نسبه البطوله والفرق بتبص لكاس مصر ازاي، خلينا نتكلم بصراحه. الفرق دي ما عندهاش منافس، ما خدش افريقيا من 20 سنه وبيتكلم عشان خد دوري وكاس بيقول لك انت تالت الدوري وبسخر منك ويقول لك انا زيك في الشعبيه. فاحنا الحته بتاعتنا يا اسامه بتكلم على الهوا بشكل واضح، حلها حاجه واحده بس، ما تسيبش فرصه تمام. وما تسيبش نفس وما تسيبش مجال ان حد يشعر ان هو يقدر يقرب منك، لان البطوله عنده اللي هي مش بقدر دوري ابطال افريقيا، لا بيعمل منها ده احيانا كاس ودي ولا كاس احتفالي سوبر ودي ما بين. انت باختصار شديد عايز ترجع تاني لزمن وزمن البطولات لما تبدا بعض اربع خمس انديه يعملوا بطوله كده زي بطوله طلعت حرب، فيستشعروا اهميه الفوز ببطوله. انت عايز توصل لدي قوي يعني تمام. حقيقي وانا بحب الاهلي، وانا وعدك لو وصلنا لدي انا هنظم بطوله طلعت حرب. طيب ماشي، هسميها بطوله قطر حرب. هتلاقي المشاركين كتير قوي هتلاقي المشاركين كتير قوي. طيب يعني سريعا كده بقى نذكركم بمباريات النادي الاهلي في الدوري، ليه في الدوري وليه المقاولين في الدوري، عشان نرجع للحاجه اللي كان الفريقين والكاس برضو الحاجه اللي الفريقين بيشاركوا فيها، ونقول لكم موقف الفريقين وتبداوا تاخدوا فكره ازاي النادي الاهلي بادئ الموسم بتاعه المقاولين. بالنسبه لبطوله الدوري طبعا النادي الاهلي عنده ثلاث مباريات فاز في الثلاثه، واكيد طبعا مباراه الداخليه ومباراه كريم فؤاد، يعني انا بسميها مباراه كريم فؤاد ومباراة ميلاد كريم فؤاد فعليا اللي لازم يبني عليها. طبعا انت بدأت افتتاحية الدوري فوز على الاسماعيلي، ثم فوز على اسوان، ثم الداخلية بقى بدأت مستر كوبا كولر بصماته تبان بشكل كبير جدا. المقاولين يا جماعة لازم نبص لده، انا رأيي ان المقاولين يعني افلت من الهبوط الموسم اللي فات، وفي رأيي كمان وانا بقولها هو من دلوقتي ما استفادش من ده في الموسم الحالي. وحظ المقاولين في حاجة واحدة، ان الفرق اللي طالعة من تحت يعني فرق كمان زي حرس الحدود او فرق زي اسوان هي مش بالقوة
ان هي تخلي عدد كبير من الفرق اللي موجوده في الدوري من الموسم اللي فات تبدا تحس بالخطر. ولكن في الطبيعي المقاولين مع 3 مباريات تعادل، ومع بعيدا كمان عن النتائج، مع الاداء اللي انا شايفه من المقاولين، حظ المقاولين السنه دي ان هو عنده فرق كمان ما استعدتش بشكل افضل منه. ولكن في رايي المقاولين ما دخلش الموسم بالشكل اللي فيه. انا حاسس ان الموسم اللي فات كنت ممكن انزل. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو برضو واجه غزل المحله وتعادل معها 1-1، وغزل المحله حاليا في الدوري ماشي بشكل كويس جدا، وحتى في الكاس كاس الرابطه ماشي بشكل كويس جدا وقدر يفوز على حرس حلول. واجه فيوتشر، وفيوتشر كان يعني رابع الدوري او خامس الدوري بفارق الاهداف، وتعادل معاه 0-0. واجه فاركو، وفريق فاركو يعني فريق قوي دفاعيا بشكل كبير جدا، وايضا تعادل معاه 0-0. فممكن مع بدايه الموسم اللي فات ومقارنته ببدايه الموسم للمقاولين السنه دي، اعتقد الامور افضل، غير ان هم عندهم جهاز فني له خبرات كبيره جدا، ومباريات الكاس لا تخضع لاي حسابات او اي قياسات. وبالتالي انت عليك الحذر، كل الحذر، وانك تلعب ان المباراه 90 دقيقه دي يكون ليك الابر هاند، ويكون انت ليك الاسبقيه بالتسجيل. وهنتكلم عن نقطه الوقت بدل الضيع في وقته يعني، ولكن عندنا ايضا مشوار الاهلي والمقاولين في مسابقه كاس مصر. لعبوا فرق ايه؟ هتلاقي النادي الاهلي لاعب المصري بالسلوم وفاز 1-0، وفي دور ال 16 فاز على مصر المقصه 1-0 بهدف في الدقيقه 90 تقريبا، كان وقت سوارش مدير فني النادي الاهلي، وكان المستوى الفني كان مش في افضل حالاته. اما نادي المقاولين العرب ففاز على المصريه للاتصالات 1-0، وفاز على الجونه 2-0. لكن تاريخ مباراه الاهلي والمقاولين العرب يعني تاريخ كبير جدا. يمكن المقاولين العرب، وده رقم ما حدش بيتكلم عنه خالص، هو حقق بطوله الدوري موسم واحد 82-83، لكن تخيل المقاولين العرب قدر يحقق موسم الدوري بعد 4 مشاركات فقط لا غير في الدوري العام تاني. المقاولين العرب اول مشاركه ليه في الدوري العام 79 79، في 83 كان هو بطل الدوري. مفيش حد سابق المقاولين في الرقم ده غير النادي الاهلي، اللي هو اول مشاركه للنادي الاهلي في بطوله الدوري حقق الدوري، اول 9 مشاركات حقق الدوري. انت عارف نادي الزمالك قعد يشارك قد ايه في نسخ الدوري عشان يحقق اول بطوله دوري؟ 10 مواسم. ففي رقم لنادي المقاولين محدش بيذكره يا فارس، وعشان كده في حساسيه شديده جدا بتكون لنادي المقاولين ومواجهات نادي المقاولين. ويمكن عندنا موقف يعني سلبي، خساره كاس مصر في مباراه دراماتيكيه امام مقاولين كابتن حسن شحاته، واصابه كابتن امير عبد الحميد، وركله جزاء بتضيع في اخر دقيقه محمد جوده، فكانت قصه كبيره. لكن الثمانينات كانت فتره فيها فريق المقاولين العرب وهو بطل الدوري، وفتره الناس بتغفل عنها بشكل كبير جدا. ولما بتحصل اخطاء والمنافسين بيبداوا يرددوا اخطاء معينه زي جول مثلا حسن شحاته، فنبدا نبحث في الموسم فنلاقي قصص كده، احنا كنا فين من القصص دي؟ لا، هي الثمانينات عجيبه، من اول 82 زي ما بنتكلم في كابتن حسن شحاته، موسم 88 ده يا جماعه موسم من النادي الاهلي يعني يتحكى فيه. ممكن نعمل لكم حلقه عن موسم 88 بس واللي حصل مع النادي الاهلي فيه، و84 وهو ده بقى واللي احنا رايحين له. وعندك برضو موسم 84. فانت في الفتره دي كان في امور تخص بقى اللعب بالدوليين، وان النادي الاهلي يجرد من اسلحته مقارنه بالمنافسين، وتيجي تلاقي الامور بترتد عليك ويتقال تاريخيا ده جول حسن شحاته. هذا ليس حقيقي. احنا عرضنا معاكم بكل لحظه في الموسم، وقلنا هذا الموسم يسمى موسم كابتن محمد لطيف، اللي خرجت الانديه مجتمعه، وكمان سيبك من الانديه، طب ده الانديه موقفها ده ظلم تعرض ليه الاتحاد، وظلم تعرض ليه غزل، سيبك من الانديه خالص، ضربت الانديه ولجنه الحكام اللي هم كانهم بيديروا المسابقه دلوقتي، خرجوا ضد وكيل الاتحاد يتكلموا ويهاجموه ويتكلموا في فكره انه ازاي بيوجه الدوري. فيا جماعه نيجي بنتكلم في ايه؟ ولكن عشان بقى نروح لقصه المقاولين، كان عندنا ظاهره اتكلموا فيها ناس كتيره جدا فيما يخص فكره الاجانب في الثمانينات، وتحديدا موسم 84 موسم 85، اتقال ان فكره الاجانب اتغيرت، والاجانب اتمنعوا، والاجانب تم الغاء الاحتراف عشان خاطر النادي الاهلي كان في موقف سلبي. تعالوا نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب. ما تعرضش وقتكم يعني، ما كانش بيتعرض مثلا عليك وحد يجي يكلمك يقول لك يعني تفوت لنا الماتش وهنديك مبلغ كذا وبتاع؟ ما هو كانت بتحصل. حصل كانت بتحصل. مين بقى كانت بتحصل؟
جدلا. لا قول لي وقع او ما انا لا وقع دي ما حصلتش. كانوا بيدونا مكافآت تشجيعيه بس احنا ما بنرضاش ناخدها لان النادي كان بيدينا اكتر. يعني كان يقول لنا مثلا اكسبوا المباراه دي عشان احنا يعني لصالحهم هم، مش مثلا ايه فوتوا لنا المباراه عشان أيوة. لا اكسبوا المباراه دي واحنا هنديكم مبلغ. انما احنا طبعا ما كناش بنرضى، انما كانت ممكن تحصل في بعد كده في لعيبه. مين يعني قول لي وقائع، قول لي وقع يعني وقع انت ما تنساهاش وانتوا رفضتوا يعني. انا كان نادي الزمالك بيجوا يعرضوا علينا فلوس ان انتوا تكسبوا عشان يعني الزمالك كان بيعرض عليك انك انت تكسب على تكسب الاهلي مثلا على سبيل المثال. يعني ده اقرار من كابتن سعيد الشيشيني لاعب نادي المقاولين، وهو بيتكلم ازاي نادي الزمالك كان بيعرض عليهم مكافآت وهم بيلعبوا النادي الاهلي عشان يكسبوا النادي الاهلي. ده في فترة الثمانينات اللي هي بيتقال فيها ان النادي الاهلي كان بيتم مساعدته او كان بيتم توجيه للمساعدات. طب منين النادي الاهلي كان بيتم مساعدته، ومنين انت بتحاول وشايف النادي الاهلي بالقوة اللي انت بتقول للمنافسين خدوا دعم بس عشان تكسبوا النادي الاهلي؟ بص هو يعني هل تتوقع ان ده ممكن يحصل دلوقتي؟ بص هو حصل يعني في الدوري الاسباني كان في كلام عن لا انا بكلمك في الدوري المصري. لا الدوري المصري الامور دي لو انا عايز اقول لك النادي الاهلي لو اتحط بس في كلمه كده الاستراتيجيه اختلفت، الاستراتيجيه اختلفت بقينا ما حدش محتاج بقينا نتعاقد مع لاعبين. لكن خلينا اقول ان ده ما كانش في الثمانينات بس فقط لا غير، يعني كان في وقع ايضا في دوري 78 وكابتن حمامه. لكن احنا حبينا نحطكم في اجواء قد ايه مباراه الاهلي والمقاولين كانت بتبقى صعبه، وكانت بتبقى حتى محط انظار المنافسين وفي احتياج شديد جدا ان النادي الاهلي ما يكونش موجود في البطوله. طيب ده اللي قاله الكابتن سعيد الشيشيني والاخ الاكبر او الشقيق الاكبر للكابتن سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، بيدلنا مدخل مهم جدا. لو فريق المقاولين العرب بالقوه الكافيه في وجود المحترفين، انا هحتاج كنادي منافس اديله مكافآت عشان يعرقل مسيرة النادي الاهلي. طب ما لو هي القصة قصة المحترفين اتلغوا في مصر اصل النادي الاهلي ما كانش بيحقق بطولات، طب انا ليه كنت بدفع مبالغ مالية ومكافآت مالية للاندية اللي بتلعب امام النادي الاهلي؟ ده مش بس نادي المقاولين، ده ايضا حصل مع نادي الترسانة وكان بينزل في جريدة الاهرام بشكل طبيعي جدا ان مكافآت نادي الترسانة من تعادلها مع النادي الاهلي اكبر من مكافآت فوز نادي الزمالك بالدوري العام نفسه في 88. فهنا أول حاجة بتثبت كذب الدعاء إن النادي الأهلي كان في الفترة دي بيفتقد للقوة، فاتجه لقصة إن هو يضغط على اتحاد الكرة من أجل إلغاء الاحتراف في مصر في الفترة دي. طيب القصة كانت إيه؟ القصة إن الدول العربية في التوقيت ده كانت بتسعى إنها تعتمد على اللعيبة المحليين، ده كان قناعاتهم وده كان أفكارهم، والقصة دي جات لنا من دولة الإمارات العربية الشقيقة، واللي هيحكيها الكابتن محمود أبو رجيلة مدرب نادي الزمالك الأسبق. نطلع ونشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب بسيط عشان نقفل القصة دي. السنة دي في الكويت في الإمارات مشوا اللعيبة الأجانب. كان في التوقيت دوت مثلا نص مدرب الزمالك كانوا موجودين هناك. نعم. فقالوا إيه رأيك نرشح كوارشي واحد اسمه أدولف. أدولف وكوارشي. نعم. عزمنا الكابتن حلمي هو والحاج سعيد حمزة جوم. مضى مع الكوارشي ومضى مع ادولف ومتمدوا عاد ماشي. ده باختصار شديد واسم اللاعب اللي نادي الزمالك دايما واعلامه بيردد حتى هذه اللحظه ان حصلت مؤامره على نادي الزمالك من اجل الغاء المحترفين، وعلى النادي المصري من اجل الغاء محترفين قاسم بور وذكري، وعلى نادي المقاولين انطوان بيل والغاء المحترفين. والقصه كلها ان النادي الاهلي في الوقت ده ما تهزش اصلا على مستوى البطولات. وممكن نستعرض لحضراتكم بطولات النادي الاهلي في السنتين اللي كان فيهم محترفين، هتلاقي النادي الاهلي حقق الدوري المصري بطوله 85 وحقق كاس مصر بطولتين وحقق كاس الكؤوس الافريقيه بطولتين، خمس بطولات. على المقابل نادي الزمالك حقق بطوله دوري وبطوله دوري ابطال افريقيا ما كان له الحق اصلا ان هو يشارك وشارك مكان المقاولين العرب بعد مساعده اتحاد الكره لنادي الزمالك في المشاركه. ده حقيقي. وكمان حتى عدد المواجهات ما بين الاهلي والزمالك المواجهات المباشره، يمكن اسامه بس عايز اقول بمناسبه الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا اللي فاز بيهم الزمالك، بما ان احنا بنتكلم عن كوارشي يعني هو الابرز، كوارشي في الدوري المصري في الموسمين
هو ما خدش حتى هداف الدوري. ده حقيقي. ده موسم مسجل 6 أهداف وكان مش كابتن أيمن شوقي هداف الدوري. في كل المباريات اللي لعبها كوارشي مع نادي الزمالك سجل 18 هدف فقط لا غير، ده تقريبا يعادل، عارف أنت كان في حد في السنوات جه اسمه إسماعيل كوليبالي، سجل 16 هدف وأنت ما حسيتش بيه. ما حسيتش بيه. ولكن كمان الملحوظ إن الموسم الثاني بتاع كوارشي اللي هو موسم 85 ده كابتن طارق يحيى مسجل 6 أهداف. كابتن طارق يحيى اللي مش مهاجم، يعني كوارشي حتى مش هداف فريق الزمالك داخليا وفي دوري ابطال افريقيا. فارس هنروح بعيد ليه؟ مباراه الشباب، الشباب النادي الاهلي لعبوا مع نادي الزمالك في وجود على طاوله نادي الزمالك بكوارشي والشباب فازوا على نادي الزمالك 3-2 فقصه يا جماعه يصوروا لكم ان الاهلي كان ضعيف فحصلت مؤامره من اتحاد الكره، دي قصه اكذوبه حقيقيه. وحتى التاثير في افريقيا موسم 84 اللي النادي الزمالك خد فيه دوري ابطال افريقيا كابتن جمال عبد الحميد، لا وكوارشي ما سجلش لا في النهائي، هو جيت مباراه شباب القبائل يعني سجل هدف الثالث، سجل الهدف الثالث واهدافه اللي سجلها الباقيه في البطوله كلها كانت في الادوار الاولى. يعني يا جماعه لما نيجي نتكلم عن تاثير لاعب، كلمني بقى عن امادو فلافيو، لاعب خد هداف الدوري، لاعب كان مسجل في بطولات افريقيا، حتى ده ينعكس في عدد المواجهات، 5 مواجهات 2 فوز للاهلي 2 فوز للزمالك وتعادل للفريق، وبنتكلم منهم فوز للنادي الاهلي بالناشئين بعد وقعه 85 اللي كان فيها قرارات انضباطيه وتاديبيه. وعلى فكره يا جماعه بالمناسبه زي ما بنقول الناس ممكن تقيس يا اسامه للتفوق بتاع دلوقتي يعني الناس ممكن تقيس للتفوق يقول لك لا ما 5 مواجهات 2-2 وتعادل ده كده، هو اصلا لا هي فتره التمرينات كلها، فتره التمرينات كلها كانت القصه بتميل 5 فوز هنا 4 فوز هنا الباقي تعادلات بالظبط الكلام ده خالص. لكن يعني حتى قدام المصري ممكن نستعرض الاهلي قدام المصري فوز 3، المصري فوز 1 فقط لا غير، ده في الدوري العام، 2 في كاس مصر لا شيء في لا شيء في المصري، حتى في مواجهات الاهلي والمقاولين الدوري المصري فوز الاهلي 2 تعادل المقاولين 2، كاس مصر فوز الاهلي 1 اجمالي 3 فوز للنادي الاهلي و4 تعادل. اذا القصه كلها يا جماعه ما كانش في اي تفوق لاي فريق على النادي الاهلي في الفتره دي، النادي الاهلي كان بطل افريقيا، واللي الناس ما تعرفوش واللي جماهير النادي الزمالك واعلام نادي الزمالك مش واخد باله منه ان اللي حط القاعده دي او اللي استعان بالمحترفين هو محمد احمد كان رئيس اتحاد الكره، وبعد 4 شهور اللجنه اوصت من قبل ما اي فريق يحقق اي بطوله عدم الاستعانه على باللاعبين المحترفين، لان وقتها نادي الزمالك ما جابش بس كوارشي، جاب لاعب اسمه ادولف وجاب لاعب تاني كان محمد احمد، كان محمد احمد وقتها، وجاب لاعب تاني تالت من غانا كانوا من فريق كوتوكو الغاني، ونادي المصري جاب 2، النادي الاهلي جاب 1 بس يعني ولم يحالفوا التوفيق. فالقصه باختصار شديد النادي الاهلي بالمحترفين بغير المحترفين كان هو اللي له الابر هاند في كره القدم المصريه، وسيظل ان شاء الله النادي الاهلي تحت اي ظروف مع اي سياسات مع اي اتحادات النادي الاهلي هيكون رقم 1 في كره القدم المصريه والافريقيه. نشوفكم بعد الفاصل. وجول ويا عم الف مبروك فوز النادي الاهلي طبعا. مشاعر عظيمه. انت وقفت ليه؟ يعني عمال افتكر والله بفتكر بصه بن شرقي والله يعني تخيل بفتكر بصه بن شرقي وبفتكر اللحظه دي، يعني يمكن مهما كان ومهما عدى علينا الكره دي كلها كانها انا حتى بحس قفشه لو جات له 100 مره مش هتعدي عليه حاجه زي كده. هي كانت محتاجه ان احنا ناخد البطوله دي، ربنا كان كاتب لينا البطوله دي. احنا عشنا اجواء صعبه جدا، عشنا اجواء فيها يعني حاله كده ان انت بدات تلاقي المتمسك بالانتماء قوي يعني بيكر من بين ايديك. انا فاكر وقتها فارس لما اتكلمنا قلنا ربنا يجعلها بطوله المخلصين، كان في 4 لاعبين في صفوف الفريق يعني واحد تلو الواحد تلو الاخر، وحصل ازمه كبيره ولقاء تلفزيوني شهير مع احد من كانوا ابناء النادي الاهلي واختار طريق مختلف، فكان في هزه نفسيه وبدا الاعلام يروج لفكره ان النادي الاهلي نفسيا مش هو الافضل، ان مفيش سيطره على المكتب والملعب، ان القصه بقت صعبه، حتى تم الترويج لده من خلال مباراه تحصيل حاصل في الدور الثاني. لكن الحقيقه كان يعني لكل مجتهد نصيب، يعني كنت دايما بقول لا ما هو لازم يا جماعه يعني يكون في نهايه جيده للازمات دي، لازم يكون حاجه نقول عليها يا جماعه لا يصح الا الصحيح، لان كنا يعني هنفقد البوصله بشكل كبير جدا. عشان كده
كانت لحظة أنا بشوفها لحظة تجلي من محمد مجدي قفشة من أروع ما يكون، لو قررها 100 مرة ربما لا تأتي. وعشان كده أنا بختلف مع ناس كتير جدا في مدى قيمة هدف قفشة ومدى قيمة هدف أبو تريكة في 2006. أنا قلبي متعلق بهدف قفشة بشكل كبير جدا، بل أنا ساعات والله لما قفشة يبقى بيأدي بعض المباريات بشكل لا مألومة كان اللي هو يعني هعديها لك يا عم قفشة بس دوس على نفسك شوية، لأن بجد بجد يعني كانت من اغلى البطولات في تاريخ النادي الاهلي، بل هي بالفعل اغلى البطولات في تاريخ النادي الاهلي. مش عشان على منافس، ما احنا خدنا بطولات كتير على حساب المنافس، ولكن لان البعض ظن قبل البطوله دي ان الاهلي هويته بتتمحي، ان الصوره الذهنيه عن النادي الاهلي ان هو نادي البطل، ان هو لو عايز تصنع المجد فانت ما قدامكش غير طريق النادي الاهلي، لو عايز تحقق بطوله فانت ما قدامكش غير طريق النادي الاهلي، لو فعلا انت انسان طموح بجد فمكانك هنا في النادي الاهلي مش في اي مكان اخر. بطوله القاضيه او بطوله النادي الاهلي انا بشوف ان قبل المباراه وفكره نهائي القرن وفكره التعبئه دي خلتنا فعلا لازم نقارن بفكره 2006 في حاجه. يا جماعه 2006 انت ممكن تقارن صعوبه مباراه فتقول ابو تريكه والهدف وفي اخر دقيقه وهو بيشوط والكره بترجع له من اول كابتن شادي محمد، انت عايش اجواء وطبعا نوستالجيا كده بترجع لها وبتحس مشاعر وبتعيش كل ده، تمام انا معاك. بس انت عندك جيل واخد 2005، يعني انت عندك جيل واخد دوري ابطال افريقيا 2005، عندك جيل وضعه مختلف، عندك جيل قصته مختلفة، عندك جيل لسه محقق نجاح، إنما في 2019 أنت عندك ظروف مختلفة. أنت عندك كل حاجة أو بطولة القاضية عندك ظروف مختلفة، عندك خسارة من صن داونز وجيعة، عندك آخر مباراة بالظبط. إحنا إزاي يا جماعة ما بنقارنش الظروف؟ أنا عارف أنت لو قارنت إحساسك بعد، أنا عارف المباراة كانت صعبة وإزاي أحاسيس جواك أنت بترجع تسترجعها وأبو تريكة وقصة، فالموضوع مختلف. إنما لما تيجي بقى تحط معطيات وتقارن بشكل عملي، لا، بطولة نهائي القرن أنا بشوف إن هي لا يمكن تقارن بأي بطولة في تاريخ النادي الأهلي. أنا في رأيي كده لا يمكن، لأن أنت عندك بطولة قبلها بتخسر بخماسية، تخيل بطولة بتخسر بخماسية من صن داونز ونادي الزمالك اللي ما خدش دوري أبطال أفريقيا من 2002 بيتوج على حسابك أنت. صن داونز اللي كسبه لما وصل للنهائي ويجي تتاح ليه الفرصة مش قادر يحقق الغياب ده البطولة دي بعد كل الغياب ويجي معاك أنت يكسبك أنت، إحنا بنتكلم في إيه؟ الموضوع كان هيكون قسوته لا يمكن تتخيلها، خروج بخماسيه ثم خساره للزمالك اللي ما خدش البطوله من 2002 ثم الظروف اللي بره الملعب. الظروف اللي بره الملعب اللي كانت معيشانا ارق قبل المباراه واحاسيس صعبه جدا ان البعض مستني، هو خلاص عارفين انتوا فكره كده فتح الهويس، خلاص كل حاجة وكل الشرور وكل المكائد وكل كل حد عايز يشمت فيك وكل حد عايز يضربك وكل اللي مشيوا فعلا زي ما أسامة قال لكم عايزين يقول اهو ادي النادي الاهلي اهو بعدنا اهو. لا، بطولة القاضية هي اللي خلتك لما تيجي تتكلم عن عبد الله السعيد تقول له ده انت بعد بعد ما مشيت احنا حققنا برونزية وحققنا واحدة من اعظم بطولاتنا في التاريخ قدام نادي الزمالك وحققنا بطولة غالية جدا وهي لقب البطولة التاسعة. وحطوا يا جماعة في ظرف انت كان عندك البطولة غايبة من 2013، كل دي معطيات ما ينفعش نجرطها، هي دي اللي خلتك تقول لما ترجع في موقف يخص احمد فتحي انت اخترت تخرج من النادي الاهلي بس النادي الاهلي حقق ايه، هي اللي خلتك تقدر تقول لما كنت بتقول لرمضان صبحي معاك ساعة واحدة محدش يجي لما تقول كده يضحك، ايوه يضحك، كان معاك ساعة واحدة وانت حققت بعد رمضان، ده انت خسرت البطولة بعد ما رمضان مشي وخسرت أصعب بطولة وأقصى بطولة، حط كمان المنافس اللي ما خدش البطولة من 2002 وجمهوره اللي بيتوج بالدوري ولا كأس مصر بيبقى رد فعله ايه، تخيل ياخد البطولة دي على حسابك، كل دي أجواء كل دي أجواء يا أسامة تخلينا لما نيجي نحط في كفة وكفة ايه يا جماعة. لا ونقطة تانية كمان مهمة، انت كان عندك مدير فني عامل حالة من الاستقرار الفني، محقق بطولة الدوري، محقق بطولة الدوري، فبتجيب مدير فني اخر وبتلعب وبتفكر بره الصندوق
بس ميسي من بره الصندوق بيسجل هدف للارجنتين. بجد؟ ده حقيقي. لا لازم وانت بتتكلم عن بطوله كبيره وبطوله عظيمه فيجي افضل لاعب في العالم يسجل هدف. احنا الاثنين متوقعين المكسيك تاني، فالمجموعه دي بايظه لينا احنا الاثنين. يسجل يسجل والاولى بايظه ان شاء الله. ان شاء الله الاولى هتبوظ برضو ان شاء الله. فطبعا كان عندك موقف صعب جدا، ان اجواء بقى المحيطه بالمدير الفني ورحيل ريني فايلر. خليك مش هتكلم عن مباراه الهلال السوداني وازاي انت كنت يعني قاب قوسين او ادنى من توديع البطوله في ظروف، انا اسف قلت ظروف كانت صعبه جدا، جماهيريه صعبه جدا، هدف في اخر لحظات لولا ان في تحكيم وقتها كان مركز بشكل كبير جدا وكان حامل رايه مستيقظ ومنتبه للقطه، كان ممكن نبقى بره بطوله زي دي بسبب خطا تحكيمي، ولكن ربنا اكرم ان انت تصل للمباراه ما قبل النهائيه. فيجي فيروس كورونا ويبدا مرحله التشكيك من بعض المنتمين حتى للنادي الاهلي في مدى قدره الفريق على مواجهه الوداد، وتحصل ازمه كبيره جدا اسمها ازمه رحيل رينيه فايلر. بعد ما تعرض لانتقادات وبعد ما نجح الاعلام الرياضي يعني بشكل يعني عام كده يتحدث عن هبوط مستوى النادي الاهلي ورينيه فايلر ورحيل اللاعبين، فبدا حاله من التشكك، وبدات الحاله من التشكك دي بتقابلها حاله من الثقه في المعسكر الابيض. فرحيل رينيه فايلر من 1 اكتوبر واحنا عندنا مواجهه مع الوداد بعد اسبوعين او 3 اسابيع، نص النهائي. نص نهائي، واول مباراه ليك هتبقى بره ملعبك، فبتروح تجيب مدير فني من جنوب افريقيا، فتلاقي الاعلام مكمل في نفس المنهج، انتقاد وتنمر للمدير الفني ولاختيار المدير الفني وتمخض الجبل في ولده مش عارف ايه، وحاجه صعبه جدا. وبدانا يا جماعه طب نصبر طب نشوف، لكن جماهير النادي الاهلي للامانه كانت عندها ثقه كبيره جدا في بيتسو موسيماني اللي كان قادر ان هو يعني يخطف قلوب جماهير النادي الاهلي قبل التدريب. النادي الاهلي بعد التدريب في ناس انقسمت بالتاكيد عليه، ولكن قبل التدريب كان القرار من مجلس اداره النادي الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب كان بره الصندوق مختلف تماما، مفاجئ للجميع ان انت تعتمد على مدير فني يعني جمهوريه، يعني رئيس جمهوريه جنوب افريقيا اصدر بيان متعلق بان مدير فني راح يدرب النادي الاهلي، وقصه كانت كبيره جدا، ولكن الاعلام الرياضي كان بيحاول يحبط هذه القصه، يحاول يقلل من بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني مدرب على قده، هنشوفه في مواجهه نادي بيراميدز بيلعب 4 مباريات في الدوري، فتلاقي الانتقادات كبيره جدا، ويبدا بقى يعني ايه نجوم التحليل للاسف اللي بيعملوا اعلانات يبدا يتكلم عن طريقه جسم بيتسو موسيماني ولون بشره بيتسو موسيماني وكلام كتير جدا كان مستفز لجماهير النادي الاهلي، وبيحاول يقلل من عزيمه المعسكر الاحمر. لكن كان عندنا لعيبه رجاله، دخلنا مباراه الوداد، فزنا على الوداد في ملعبه 2-0، جينا هنا اكدنا الفوز 3-1، بس كانت لسه الامور لم تحسم. ليه لم تحسم؟ وده اللي انا بقوله، ان نادي الزمالك فاز على الرجاء ايضا ذهابا ايابا، واللقطه الشهيره اللي انتم فاكرينها مصطفى محمد وطارق حامد يعني محترفين حاليا خارج نادي الزمالك كانوا بيتكلموا ان احنا ما خدناش انذار، وبدا الحديث عن ثقه كبيره جدا في المعسكر الابيض، وميدو يطلع يقول انا مش هتكلم عن اي خبر سلبي في نادي الزمالك، ويوجه الاخبار السلبيه تجاه النادي الاهلي، ومحللين اهلاويه يطلعوا يقولوا نسب فوز الزمالك 60-40، فكان وضع صعب جدا. كنا ازاي هنقول مقوله الكابتن محمود الخطيب انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم لو ما حققناش البطوله دي؟ البطوله دي اتحققت بلعيبه رجاله بجهاز فني على اعلى مستوى، اتفقت عليه او لم تتفق، قدر يواجه مباريات صعبه جدا في وقت حساس جدا، كان عنده خبرات التعامل مع المباريات الافريقيه، وكان قايل انا مش هتغلب من نادي الزمالك بنفس الطريقه اللي اتغلبنا بيها كان اخر مباراتين سواء في السوبر بركلات ترجيح او مباراه 3-1. فاجواء يا فارس عشناها بشكل مهم جدا، بس انا عايز اقول لك للاسف حكم المباراه جاله كورونا. حكم المباراه جاله كورونا. على فكره بمناسبه قصه التحكيم يعني غربال يا جماعه، احنا بنتكلم عن حكم لما تشوف مشاركته في كاس العالم، تشوف التقارير الاجنبيه اللي بتتكتب، تشوف الناس بتوصفه ازاي مقارنه بسيكازوي. هذا الحكم اللي هو انا بقول يعني كابتن وائل جمعه الامانه قالها في الاستوديو وانا كنت سعيد ان هو قال بهذا الوضوح، ان عار على الكره الافريقيه ان تخلي ده الحكم احد الحكام اللي بيمثلوا افريقيا في كاس العالم، بكل راجل موضوع مباراه تونس في كاس الامم اللي فاتت. طب خليني اقول لك حاجه مقاطعه كده. طبعا عار على التحكيم المصري ان يكون ممثل التحكيم الافريقي هو سيكازوي. لما بننتقد هنا التحكيم المصري صحيح. بننتقد من اجل مصلحه التحكيم المصري، فتخيل
الحكم الممثل لأفريقيا حكم ساحة هو سيكازوي، والناس هنا بتتحدث عن أن التحكيم المصري بخير. قلتها لكم وهفضل أقولها لكم، التحكيم المصري والله ما بخير، ده حقيقي. وعشان كده مصطفى غربال حكم كبير، حكم مميز، وحكم يا جماعه هو واخد خطوات دايما، واخد خط مميز، وكان من الحكام اللي بعد كده. وعلى فكره المباراه دي فرقت معاه جدا. يعني انا بشوف ان المباراه دي يا جماعه فرقت معاه في البطولات اللي بيروحها، في نوعيه البطولات، في كاس عالم انديه، في انضمامه لكاس عالم، في ارساء فكره ان هو لا ده الحكم الافضل اللي يحكم السوبر الافريقي. مباراه فرقت لانه هو فعلا كانت قراراته فيها منضبطه، كانت قراراته فيها مميزه. ويمكن بعد المباراه نفسها اسامه ما كانش حد بيتكلم ان في حاجه تحكيميا، الى ان بقى نبدا ندور على اي حاجه نتكلم فيها. لا ده اثناء المباراه، انت طبعا فاكر الفيديو الشهير اللي كان الكاف بثه من مقاعد بدلاء النادي الاهلي ومقاعد بدلاء نادي الزمالك. كان اثناء المباراه كان لعيب الزمالك بيشيدوا بالتحكيم وقالوا الحكم النهارده 10 على 10 اشاده، ولكن هناك شخص واحد لازم يتبع قصه المؤامره في كل شيء، حتى لو انت قعدت تكلمه لمده 33 سنه تقريبا سيظل بنفس الفكره، مش هيقدر يسمع، ولو سمع مش هيقدر يستوعب، والعمر العقلي يعني بعيد قوي عن العمر الزمني، فهيفضل يتقال. وقلت لكم قبل كده بعد 20 سنة 2042 إذا ربنا ادانا الصحة هتلاقي في شخص أو ابنه بقى يطلع لينا ويقول كان في ركلة جزاء لأشرف بن شرقي على أيمن أشرف. الحقيقة الكابتن ياسر عبد الرؤوف زيه زي كل خبراء التحكيم اللي أجمعوا على أن قرار مصطفى غربال في اللقطة دي كان قرار مميز جدا، وان الفاول على اشرف بن شرقي. مين اللي قال الكلام ده؟ الكابتن ياسر عبد الرؤوف. فين قال الكلام ده؟ في قناه نادي الزمالك. الطبيعي ايه؟ الطبيعي لما يتقال الكلام ده من كابتن ياسر عبد الرؤوف ويتقال من كل خبراء التحكيم، اي انسان عاقل راشد بالغ ان هو يقف تماما عند قصه اي نظريه مؤامره من حكم اتجاه نادي الزمالك، و ده اعتدنا عليه، وعشان كده محتاجين ان احنا نرد فيه. ولكن عايزين ندخل الناس بقى فارس في الفرحه والتعامل مع قفشه وفرحه هدف قفشه، ما احنا مش هنقعد نتكلم عن ما قبل المباراه كده كتير. يلا بينا بقى، بعد ما خدنا اللقب لازم نسيب بصمه ان نخليكم تسترجعوا الذكريات دي. اه طبعا عارفين اكيد ناس بتتفرج على مباراه الارجنتين دلوقتي، بس اكيد لما تيجي تتفرج على الحلقه وترجع للحظات دي هتحس انك انت سعيد جدا، هتحس ان انت مبسوط جدا، هتحس باللي انا هحسه واللي اسامه هيحسه لما نطلع ونشوف الفيديو ده. ليه بحب الفيديو ده جدا؟ الفيديو ده هيفكرك بجدك، بقريبك، بالناس البسيطة اللي شبهنا، والناس البسيطة اللي هم أصلا المكون الرئيسي في النادي الأهلي. شركة رعاية كبيرة، إيرادات كبيرة للنادي الأهلي، حفل رعاية عظيم، فروع بتتعمل. انتوا متخيلين ان البسطاء دول هم السبب؟ اه طبعا هم السبب، لان هم دول شعبيتك، هم دول جماهيريتك، هي الفرحة والأطفال والناس اللي حوالين الراجل الكبير في السن اللي كل ما نشوفه نحس بالبهجة، دول هم دول السر الرئيسي اللي خلاك كنادي أهلي على مدار السنوات أندية كتير جدا يعني تفوقت لطفرات، أندية ما بقتش موجودة وكان لها اسمها فترة من الفترات. طبعا كامل الاحترام مثلا على سبيل المثال لنادي الترسانة، ولكن أكيد ما بقاش موجود على منصات التتويج ولا حتى تحت الأضواء. أندية حصل طفرات لبعض السنوات تحقق بطولات، ولكن أنت المعادلة الثابتة الوحيدة اللي فضلت من أول ما تواجدت وهو النادي الأهلي الأول، النادي الأهلي البطل، النادي الأهلي رقم واحد. مين اللي عمل كده؟ هم دول، هم دول مع سياسات مجلس إدارة متعاقب منذ تأسيس النادي الأهلي، هم يا أسامة اللي جابوا رعاية وجابوا شعبية وجابوا حاجات كتيرة جدا. بالتأكيد يا فارس، والحقيقة يعني أنا عاجبني قصة قفشة. قفشة اوعى يجي لك قفشة من الراجل اللي بنكن ليه كل التقدير واحترام، وهي دي فرحة البسطاء. يعني الحقيقة كلنا يعني في لحظة هدف محمد مجدي قفشة كان حالة يعني هستيرية، هستيرية بمعنى كلمة هستيرية. وعشان كده أنا ما زلت يعني أؤكد على قصة يعني مكانة قفشة في قلبي، خاصة إن قفشة
كان رساله. كان رساله. ليه كان رساله؟ اللعيبه اللي كانت في غرفة ملابس النادي الأهلي، اللي منهم اتربى داخل جدران النادي الأهلي، اللي منهم عاش سنوات داخل النادي الأهلي، اختار الاتجاه المعاكس في وقت كان بيتم تكسير وتدمير الصورة الذهنية لفريق النادي الأهلي، فريق البطل والمجد والطموح. فيجي محمد مجدي قفشة من الاتجاه المعاكس عشان يصنع مجد حقيقي مع النادي الأهلي. وللعلم محمد مجدي قفشة مش مقتنع خالص حتى هذه اللحظة ان هو لسه صنع مجد مع النادي الأهلي، لسه عنده شغف ان هو يحقق بطولات، برغم ان جول زي ده يعني يخلد محمد مجدي قفشة في وجدان كرة القدم المصرية لسنوات وسنوات وسنوات. محمد مجدي قفشة اللي وقت ما كان انتقاله للنادي الأهلي كان البعض بيطلع يسخر منه في إعلام المنافسين يقول لك إيه قفشة دي؟ أما حتة قفشة، بس بصراحة طلع ولد ولد وحتة قفشة. تعالوا نشوف فيديو احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد المباراة القاضية. احنا طبعا يعني تاريخنا ما بيقفش عند بطولة، ولكن البعض كان يظن ان ممكن كرة في اخر ثانية في لعبة يد او في باسكت، في اخر ثانية في لعبة كرة السلة او فوز في كرة الطائرة، او حتى فوز في مسابقة كاس مصر او اي بطولة، ممكن ينسينا قصة مباراة القاضية والاجواء اللي احنا حكيناها ما قبل المباراة والفرحة اللي حضراتكم شايفينها، اللي هي مفيش حاجة اسمها كبير صغير في السن، مفيش حاجة اسمها انت في منصب معين انت لا منصبك قليل، انت على كل المستويات الاجتماعية الاقتصادية انت في النهاية انسان منتمي للنادي الاهلي، بتشجع النادي الاهلي، وهي لحظة من الجنون. نشوفكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم القاضية. ممكن يعني ذكرى القاضية، وما اجمل ذكرى القاضية، وليالي زي دي هي ما بتقارنش بليالي كتير جدا في تاريخك مهما كانت البطولات. فذكرى القاضية هتفضل حاجة كل مرة هتفتكرها هتحس بقدر من السعادة، هتحس ان انت بتسترجع صورة جميلة جدا قدامك. ولكن في تفصيلة مهمة جدا، دي بقى من الجانب اللي يخص جينات النادي الاهلي ويخص عقلية النادي الاهلي ويخص تفسير حاجات كتيرة جدا تخص المنافس لما بيوصل قدامك وبيتحط في لحظات انت بتتفوق فيها والمباريات بتقرب تنتهي والمباريات بتقرب تخلص وانت بتتقدم. نسمع الفيديو ده عشان نفهم الفكرة كويس. لما قفشة حط الكورة ودخلت جوه الشبكة شعورك كان ايه؟ بصيت على الوقت، اول ما جون جه ما فكرتش في اي حاجة غير في الوقت. انا كنت فاكر، ما كنتش متابع الوقت خالص لان كانت احداث الماتش سريعة والماتش كان سريع جدا. بصيت على الوقت لما لقيت الدقيقه 85 او 86 عرفت ان احنا مش هنعوض. يعني انا كنت، كان انا ما قلقتش على فكره، اول ما الجون جه ما كنتش قلقان. يعني ما شفتش قفشه حط الكره في ابو جبل ما قلقتش؟ ايه الرياكشن اللي جالك في ثواني؟ ما كنتش قلقان والله. قلقت اول ما بصيت على اللوحه. ولقيت الوقت، لقيت ما فيش وقت. اوعى ابدا تستقل بمفاهيم زي الاهلي بمن حضر، زي بلاس 90، زي روح الفانيلا الحمراء. كل دي حاجات انت بتزرعها في اللاوعي بتاعت المنافس، هي اللي خلت حازم امام احد كباتن نادي الزمالك في اللحظه دي لما يشوف يقول لك انا بصيت لقيت الدقيقه 85 86 قلت خلاص مش هنرجع. انت متخيل لاعب في موقف زي ده وفي نهائي ولسه عندك وقت اضافي؟ طبعا يعني بنشكر الشناوي طبعا، يعني ادى حته كده بتاعت الانذار. الانذار ده انا بعشقه، يعني احب طريقه التفكير ده، انا بعز الانذار ده معزه. وانا كنت بموت وقت الانذار ده، هموت يا شناوي، هموت يا شناوي. فطبعا الحته المهمه جدا ازاي انت بتحط، مش ما كانش حازم امام بس، انت بتوصل رساله على مدار سنوات. اللي بنى ده ايه؟ اللي بناه كابتن عماد متعب، واللي بناه لعيبه كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي، علاء ميهوب في الثمانينات، ربيع ياسين، واحنا عندنا مع النادي المصري لوحده في كاس مصر، لا وفي بطوله في كاس مصر ما كانتش اصلا البطوله مذاعه وكانت في الراديو،
والكهرباء فصلت جماهير المصري قبل الفريق المصري على انه بطل ولقوا ان النادي الاهلي هو البطل. وعشان كده هو ده يا جماعه انت بتبني ده على مدار سنوات عشان ترسخ بعد سنين في لحظه مهمه حاجه تساهم في اللقب انك وصلت للفريق المنافس انك انت مش هتقدر ترجع. وعشان كده برضو كان نتكلم فيها كابتن ميدو فكره ان انت الاهلي شاطر جدا في حته انه يحط في دماغ المنافس حاجات وتوصل للاعبتك لا انت حاسس ان انت مش هترجع طالما النادي الاهلي اتقدم وهو نفسه قالها قبل كده. والمكسيك اتقدم والارجنتين سجل الثاني وكده الارجنتين يعني انقذت نفسها من الخروج المبكر. انا مش عارف حاسك مش مبسوط كده. لا لا خالص والله انا السعوديه بس بفكر فعلا انا نفسي السعوديه تعمل حاجه. ما طالما احنا مش متوقعين في المجموعه دي توقعات صح يبقى انا بالنسبه لي السعوديه بقى العروبه صح دلوقتي العروبه ما كانتش قطر عروبه ما احنا قلنا عروبه يعني احنا بنحط الناس في الاحداث اللي الارجنتين تقدمت طبعا. بالهدف الثاني ولكن نقطه مهمه جدا نتكلم فيها فارس ولكن الحقيقه العقل الواعي او اللاواعي للاعبي نادي الزمالك كان فيهم واحد فقط لا غير اللي كان منفصل عن القصه دي وهو عمر السعيد كان نازل وعنده يقين واحساس ان هو هيسجل هدف التعادل وهذا لم يحدث. لكن يعني بما اننا جبنا كابتن حازم امام وبنتمنى له طبعا ان هو يعني في خلال شهر يناير ان شاء الله وصفقات يناير ان هو يلتحق باي نادي او يقدر يعني يبرم تعاقد مع اي نادي. عارفين كابتن حازم امام كان موقع مع نادي الزمالك ولكن تم الاستغناء عنه بعد تاريخ طويل مع نادي الزمالك واكيد لاعب لمنتخب مصر على فترات فنتمنى له طبعا التواجد في الملاعب ويجد نادي في شهر يناير ان شاء الله. لكن لاعب اخر هو ما كانش موجود في الملعب كان موجود على دكه البدلاء كان له تصريح اخر يعني اشد واقعيه من تصريح كابتن حازم امام وهو بيقول ان خلاص مش هنقدر نفوز والدقيقه 86. نشوف جنش وهو بيتحدث عن لقطه هدف محمد مجدي قفشه. شفت ازاي خساره نادي الزمالك بطوله افريقيا لان انت كنت متاثر جدا جدا. طبعا انا كان حلم ليا ان انا اخد البطوله ديت كنت هتبقى خدت كل حاجه دوري وكاس وكونفدراليه وسوبر وافريقيا وكل حاجه انا كنت حاسس ان الدنيا هتدي يعني ضلمت كده ليه؟ كان نفسي اخد البطوله ديت زي اي حد. حسيت ان هي ضلمت ازاي؟ ما كنتش مصدق بصراحه ان احنا خسرنا بالذات في الوقت دوت انت كنت ماسك الماتش وماشي بشكل كويس واللعيبه قادت اللي عليها وفجاه فانت فاهم مش عارف بقى اللي حصل بصراحه كنت يعني لغايه دلوقتي انا متضايق حقيقي يعني الموقف صعب جدا وفعلا يعني اي حد ما كان لاعبي نادي الزمالك ومشجع نادي الزمالك ولو كان العكس لا قدر الله كان فعلا الدنيا هتسود حرفيا في وقت اللحظه الابداعيه دي من محمد مجدي قفشه. دي كانت ذكريات او بعض ذكريات يعني مباراه القضيه والاحتفال بذكرى القضيه ممكن الثانيه ولكن عندنا بقت يعني بعض التعليقات وتويتات الجماهير اللي هو تشكيل النادي الاهلي في مباراه غدا جايبينكم من بعيد قوي من القضيه كده نروح بيكم لمباراه المقاولين عشان برضو يعني كالعاده تشاركوا معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بتوقعاتكم لتشكيل النادي الاهلي او مش توقع بقى التشكيل الامثل من وجهه نظركم ونرجع نتذكر يعني الدوري المصري. لو عندنا جماعه تويتات ممكن نستعرضها. ده الاهلي خط احمر يعني الناس بتتوقع محمد الشناوي طبعا اكرم كراميلا محمد الشناوي الديبيس يعني ده توقع بالنسبه لي او من وجهه نظره الامثل عبد المنعم ياسر اكرم السوليه ديانج سافيو قفشه تاو شادي حسين. بس فعلا يعني طب هو ليه راح لفكره الديبيس؟ مش عارف على اساس ان علي معلول مش موجود وايمن اشرف مصاب في محمد اشرف بيلعب يعني عندنا برضو روميو زيزو الاهلاوي الشناوي اكرم عبد المنعم ياسر رأفت خليل ديانج السليه طاهر برونو عبد القادر وشريف. اللي بعده ديفا اي 11 نسر اهلاوي قادر على العبور من بوابه المقاولون غدا والوصول الى السيمي فاينال باذن الله كل التوفيق يا رجاله. كامل الفردي شناوي كريم فؤاد عبد المنعم ياسر اكرم حمدي فتحي ديانج طاهر برونو عبد القادر وشريف. هنا حط كريم فؤاد باك ليفت. يوسف بيتكلم الشناوي اكرم واشرف وياسر وربيعه.
ديانج والسولية، عبد القادر وطاهر وقفشه شادي. مصطفى علي داوود بيقول الشناوي، كريم فؤاد، ربيعة، ياسر، أكرم، ديانج، حمدي، عبد القادر، سافيو، طاهر، شادي. عصام فاروق بيقول فعلا دي حقيقة، ماتش ودي للأهلي أهم عندي من نهائي كأس عالم اللي هو بيجي كل أربع سنين، ده الأهلي عندي بالحياة. ده عصام فاروق يعني بيؤكد على نفس القصة، على الكلام اللي بدأنا بيه. مروان حامد بيقول على سبيل السعادة الأهلي هيلعب بكرة. إسلام أحمد بيقول الشناوي، أيمن أشرف، لا أيمن وأشرف، رامي، ربيعة، لا أنا ما فهمتهاش، أيمن أشرف مصاب، محمد أشرف، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج، برونو، طاهر، وأحمد عبد القادر، محمد شريف مهاجم. حس اللعيبة أكتر من 11. لا ما أنا حسيت. محمد زكي، ممكن زكي بقى. الأهلي خط أحمر بيقول الشناوي، أكرم، محمد أشرف، ياسر، عبد المنعم، ديانج، السولية، قفشة، تاو، وشادي، وصافيو. ده تشكيل قريب جدا. عصام بيقول الشناوي، محمد أشرف، ياسر، إبراهيم، عبد المنعم، أكرم، ثلاثي في وسط الملعب، ديانج، السولية، قفشة، سافيو، وشريف، وتاو. ومعانا إهانة تقي، مش عارف بقى الاسم بالظبط يعني، لو يوحنا 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 بيقول، يوحنا بيقول الشناوي، أكرم، محمد عبد المنعم، ياسر، محمد أشرف، السولية، ديانج، قفشة، برونو، طاهر، محمد شريف، الاحتياطي، ده حطت الاحتياطي كمان. يوحنا أنا الأول قلت إحنا دخلنا اليابان ولا إيه؟ لا شوف لحقتك أنا. أحمد مصطفى قعود، أي تشكيلة تلعب ما عندناش أساسي واحتياطي، المهم الروح واللعب رجولة. بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. دي طبعا كانت مشاركات حضراتكم، نتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. عايز تقول أي حاجة قبل ما نختم في الذكرى القاضية ممكن؟ عايز أقول إن نتمنى بكرة طبعا ذكرى القاضية قلنا فيها كتير، وقلنا إن ده هيفضل شعور مش هننساه، ولكن بقى يهمني أنت حاجة قلتها أسامة مهمة في الكلام، إن على قد ما قلنا المقاولين والنتائج وبتاع مباراة الكاس، اتمنى ان احنا نبعد عن مفاجاتها تماما. بالزبط. وما يبقاش احنا لحد دلوقتي ماشيين في موسم مثالي، ما بحبش المفاجات. ولا انا يعني، انا بالنسبه لي كان في مفاجاه كبيره جدا، خروج خساره قطر من الاكوادور. مفاجأة يا راجل والله، طابور تيشرتات يا ابني. ان شاء الله خير، ان شاء الله نكمل بس للاخر. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده. عايزين ما ننساش عمرو السولية يا جماعه، عمرو السولية الهدف بتاعه بيتم ظلمه بشكل كبير جدا، برغم ان عمرو السولية مسجل في ثلاث نهائيات. فعايزين نقول ان الفتحه لبطوله القاضيه كانت من عند ركنيه علي معلول ورأسيه عمرو السولية، وهو من الاهداف الغاليه جدا في تاريخ النادي الاهلي. وبالتاكيد عمرو السولية لما اتسأل عن الهدف ده قال ان ده اهم هدف في حياته، فما بالكم بالقاضيه. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. والذكرى الثانية لقضية محمد مجدي قفشه.